يعطيكم العافية جميعا وحياكم الله في بودكاست منير. ضيفنا اليوم كان منير سليمي، فنان 3D وأيضا رسام والمؤسس لاستديو توريان في عمان. تكلمنا عن أشياء كثيرة، منها قصته وكيف بدأ والحادثة اللي صارت له وصير وخلته يبدأ يفكر في كثير من الأشياء في حياته، كيف تعلم البرمجة وطور كثير من الإضافات وأشياء ثانية بعد. أتمنى أنكم تستمتعون، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. يعطيك ألف عافية منير، كيف حالك؟ الله يعافيك يا أخي منير. راح تكون بالنسبة لي واحدة من المحادثات شوي غريبة، لأن أول مرة أتكلم مع واحد اسمه منير. فهو فعلا أنا يعني في افتتاحية كل مقطع يقول حياكم الله في بودكاست منير معنا الفنان الفلاني، فدي المرة بتكون حياكم الله في بودكاست منير كان معنا الفنان منير. تستضيف نفسك يعني. فأنا جدا سعيد صراحة منير بأن أنا أتكلم معك، ومشكور أنك أعطيتنا من وقتك وجيت على البودكاست، من اليوم ويكند وأكيد عندك أشياء تسويها وكذا، فأنا فعلا أقدر لك هالشيء ومشكور. شكرا جزيلا منير، وأنا سعيد أيضا أن أكون معك بعد أنا انقطاع بالنسبة لي طويل جدا. لكن أتمنى إن شاء الله نستمتع ونستفيد مع بعض إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. طيب منير، أنا في البودكاست عادة أنا أحب أبدأ أن الضيف يعطينا نبذة عن نفسه ويعرفنا عن نفسه وكيف أساسا بدأ في هذا المجال. أي حاضر، أنا اسمي منير السليمي، ربما من خارج عمان صعب بالنسبة لهم نطق كلمة السليمي. أنا متخصص في مجال الفنون بشكل عام، وخريج أيضا قسم التربية الفنية. جميل. أيوة، أنا من صغري وأنا أحب الرسم وأحب الأشياء الخاصة بالتلوين بالتحديد يعني، وأحب كل شيء يعني يتحرك. بالنسبة للأنيميشن يعني لما يكون مثلا عندي لوحة فنية واللوحة الفنية تتحرك، بالنسبة لي هذا شيء رائع جدا. جميل. معناها أنظر لكل فريم من الأنيميشن عبارة عن لوحة فنية وفيها حركة، وهذه ممكن من الأشياء اللي دفعتني بشكل كبير جدا أن أتوجه لمجال الأنيميشن. يعني كوني كنت رسام ومتخصص في الرسم، كنت دائما يعني أشوف لوحاتي وهي تتحرك، دائما أتخيل يعني كل عمل فني أسويه أتخيل في حركة. فاضطريت أنه راح أدرس الأنيميشن وأتعلم التحريك وهذا بشكل عام يعني. جميل. طبعا هذا ما بعد الجامعة أنك درست الأنيميشن كدراسة؟ تقريبا ما بعد الجامعة أيوة، لكن خلال الدراسة الجامعية كنت فعلا مهتم بمجال الأنيميشن، لكن يعني كان في بعض الصعوبات أنه إحنا ندرس الأنيميشن في الوقت هذاك. يعني تقريبا 2004-2005. جميل. ربما من المواقف الطريفة يعني أنه أنا بدأت أتعلم ديجيتال آرت وحبيت 3D. أنا كنت دائما أتمنى أنه يعني يكون عندي سهولة أنه أشوف اللوحة الفنية أو الرسمة من عدة جوانب. فواحد من أصدقائي عرفني على حاجة اسمها 3D. جميل. حبيت 3D بشكل هائل جدا، بس ما كان عندنا الريسورسز اللي تسمح لنا أن نتعلم يعني بشكل متعمق. جميل. الشيء الطريف أنه رحت أنا واشتريت مجموعة من CDs، تذكر أول كان في CD. نعم. التعليم كان 3D Max فعلا، لكن واجهتني صعوبة جدا كبيرة اللي هي اللهجة المصرية. جد؟ طيب. كانوا يتكلموا باللهجة المصرية، فأنا ما قدرت أفهم المصطلحات. يعني من المصطلحات اللي ما أنساها في حياتي اللي هي التصيير. التصيير. تصيير يعني تاء صاء ياء ياء بعدين راء. أو وش معناها أساسا؟ أتوقع معناها الرندرينج. أوه. يقول واخد بال حضرتك الحين حنعمل إكساء. طبعا ما أعرف إيش يعني إكساء. إكساء. بعدين إكساء تقريبا قصدهم نعمل كسوة يعني. تكسترينج أتوقع. أتوقع ما قصدهم تكسترينج، بس الإكساء كأنها ملابس يعني تعرف.
فعلا ويقول احنا فعلا. وبعد كده حنروح وناخد الموديل ده وحنعمل له تصوير. انا اريد افهم هذه المصطلحات، لو هم كانوا باللغة اللغه الانجليزيه ممكن افهمها بشكل يعني اسرع. أفضل فعلا فما فعلا. حبيت 3D، يعني تخيل من الايام هذيك ما حبيت 3D نهائيا وتركته. فعاد رجعت لل 3D تقريبا يمكن سنه 2010 تقريبا، شيء مثل هذا القبيل يعني. أو يعني أنت من ألف يعني 2004 ورجعت ل 2010. تقريبا يعني انا من بدايات مبكره جدا انا تعلمت 3D وكنت حاب فعلا ان اتعلم، بس هذه كانت اكبر صعوبه بالنسبه لي اللي هي أنك المصطلحات. المصطلحات المصرية. ايوه، وما ومعناها طبعا المصريين قاطعين مشوار طويل جدا في هذا المجال يعني، وانهم فعلا يعملوا سيريز ويعملوا تيتوريالز ويبيعوهم، فكان شيء كبير طبعا. فعلا فعلا كلامك صحيح. انا سمعت التيد توك اللي حقه، كان فعلا جميل صراحة، وجذبني شيء، جذبني شيء في الكلام جدا، لان انا قبل في البودكاست اللي راح سجلت مع توفيق ابو حلاوة، هو فنان مصري وفنان من فلسطين ويوتيوبر، عنده تقريبا ما يقارب 400 الف متابع في اليوتيوب. ففي شيء يعني سبحان الله، الطريقة اللي انت في التيك توك قلت انك يعني كيف اساسا عرفت ان في شيء اسمه 3D، انك كان الكلاس مشغولة الظاهرة او شيء، كان في جنبه اللي هو كلاس الحاسب او شيء زي كذا، صحيح ولا انا غلطان؟ ايوه، كمل الحكاية، اكملها؟ كملها ايوه اي بطريقتك اي حسب انت تفهم. اي فبعدين انت رحت هناك وشفت الكمبيوتر وشفت الظاهر في احد ثاني يشتغل، وقلت له اني اعلمك، وبعد مناوشات اخذ وعطى زين اعلمك. فالفكره في وين؟ ان الكلاس كان مشغول، لان الكلاس كان مشغول صدفه يعني، فانت تعرفت على 3D. توفيق ايضا قال لي ان يعني خلنا ارتب لك اياها زي كذا، انك الكلاس كان مشغول، تعرفت على 3D، بعدها بسنوات انت دخلت في مجال 3D، وحين فتحت استديو اللي راح نتكلم عنه بعدين، وفي ناس صاروا يشتغلون 3D وصار عندهم مهن في 3D. لما طالع فيه من وراء، ان انت تعرفت على هالشيء فقط لان كان الكلاس مشغول. صح. انزين، فسبحان الله يعني انا دائما احب ان اشوف على قولتهم اوصل النقاط على وراء، لانه فعلا يعطينا انطباع عن قد وين الله سبحانه وتعالى مسخر لنا الطريق. ليش ربط توفيق؟ لانه قال لي انه كيف عرف ال3D، لانه كان رايح الجامعه في باص، والشخص اللي امامه قال له، او كان يتكلم مع صديقه، وقال ان في برنامج كبير لدرجه انك تحتاج 3 CD انك تسوي له انستول في الكمبيوتر. فهو جاء الفضول بس، وراح شاف ايش هذا البرنامج، ومن ذاك الكلام من ذاك الوقت بدا يتعلم 3D. فانا دائما احب، فعلا احب هذه القصص. طيب، هو يمكن مع توفيق هو دخل 3D مباشره. انا في اول ايامي مش كنت 3D، فعلا كان برنامج اسمه فلاش، جميل، الحين اتوقع اسمه ادوبي انيميت. فلاش اللي كانوا يسوون فيه الالعاب على الويب، صح ولا؟ العاب وكذا. ايوه، فهذا كان ذكرني ذكريات ذكريات قديمه جدا. لا. انا كنت ارسم من الاساس يعني، انا من طفولتي وانا ارسم اصلا يعني، مش جميل. هو اللي ساعدني انه انا اتعلم، لكن هذاك خلاني اتحول الى الديجيتال ارت. جميل. ففلاش هو ربما اللي يعني ساعدني ايضا ان اتعلم البروجرامينج، يعني تعمقت في مجال البرمجه. كان برنامج فلاش فيه سكريبت حاجه يسموها اكشن سكريبت، فبعد ما انا دخلت في الاكشن سكريبت وتعمقت فيه بشكل جدا كبير وعملت جيمز، مع اني كنت انا في بداياتي يعني، بس قدرت اعمل جيمز ما شاء الله ما شاء والى الله. الان انا ما زلت استخدم سكريبتنج الى الان يعني، الكودينج بشكل عام، بروجرامينج، وعملت مجموعه من الابلكيشنز ومجموعه كبيره من ما شاء البلجن. الله ما شاء الله. ايوه، فهذه كانت البدايه تبعي يعني لتعلم الديجيتال ارت. كنت ارسم بالبرنامج فلاش، بعدين انتقلت لبرنامج اللي هو 3D. جميل
جميل. أيوة. ويعني طيب خلنا قبل لا ندخل أن فعلا موضوع لأنك تعلمت برمجة وكتبت برامج ومن هالكلام أبي أدخل فيه. طيب بس أنا حاب أن لأن فعلا الشيء ليش أنا كلمتك منير لأن واحدة من الشغلات الرئيسية أن الأساسات الفنية كنت طورتها قبل أساسا لا تدخل موضوع ال 3D زي ما قلت أنت. فهل موضوع الرسم والفن هل هو بدأ من التربية الفنية ولا قبلها؟ لا قبلها بكثير من أيام الطفولة. جميل تقدر تقول لي عنها؟ هي أكيد أيوة هي للأمانة كانت أختي الأكبر مني. جميل. قالت لي من اللي يحب يتعلم الرسم؟ هي كانت رسامة وهي ترسم يعني أشياء جميلة يعني ورود ولا أشياء تعرف الخاصة بالبنات. نعم فعلا. فقال من اللي يحب يتعلم الرسم أعلمه أنا. طبعا ما حد كان مرشح غير أنا كنت أصغر واحد في العائلة. علمتني كيف أرسم أوراق الأشجار، علمتني أرسم ورود، جميل. وحبيت هذا الشيء وكنت جدا جدا صغير يعني. وكان عندها يعني القدرة أنها تتحمل يعني تعليم، فعلمتني وفعلا أنا بدأت أرسم في عمر جدا صغير. وبعدها دخلت في التجارة يعني بدأت أنا أعمل أسوق للرسمات اللي أرسمها وأكسب من خلالها فلوس، وأنا كنت جداً جداً صغير يعني بدايات المراحل المدرسية. كم عمرك كان؟ أيوة وكنت أستفيد من علاقتي مع الطلاب يعني مثلاً كل واحد مثلاً يريد يعمل وسيلة مدرسية. جميل. قلنا ليش ما أنا أعمل لك الوسيلة بطريقة جميلة وتدفع مبالغ بسيطة يعني. فصار في موافقة وكان الجميع يعني أساتذة طلاب لدرجة أنه أصبحت مشغول، وأنا كنت يعني حتى الوالدة كانت تخاف علي أن يضيع مستقبلي لأنه أصبحت مشغول يعني طول وقتي أرسم. بس كنت تاجر يعني. كنت تاجر من أيام الطفولة يعني. جميل صراحة جميل. هذه طيب فأنت يعني شغفك في الرسم ما قبل أنك تتخرج من الثانوية تسمونها الثانوي صح؟ الثانوي أيوة. إيه لأن في دول ثانية يسمونها سامي ثاني فبتأكد. فهذا الشغف أنت حملته معاك إلى الجامعة وهذا السبب الرئيسي اللي كان اللي دخلت السبب الرئيسي اللي خلاك تدخل التربية الفنية. بالضبط أيوة. أنا كنت ما أحب التربية الفنية للأمانة. كنت أنظر لأنه دامني أنا رسام أصلاً وأحب الرسم. فليش اروح ادرس مجال اصلا انا اوريدي قوي فيه. جميل. فقلت ليش ما ادرس تخصص ثاني بحيث انه اجمع بين الرسم وبين الاشياء الثانيه. لكن طبعا كانت فكره خاطئه وما اشجع الناس فيها، بالعكس اشجع الاشخاص دائما يروحوا للمجال اللي هم يحبوه. اذا انا مثلا الحين شاطر في الرسم ادرس رسم لانه هذا مجالي وهذا المجال اللي احبه. وحتى وظيفتي يعني من حسن حظي انه درست المجال اللي أنا أحبه واستمتعت فيه وقدرت أتفوق فيه واشتغلت في نفس المجال وأصبحت يعني مسكت منصب مسؤول في نفس المجال. جميل. فهذه الأشياء اللي دائما أدعو الشباب أنهم دائما يعني يتوجهوا للأشياء اللي هم يحبوها، مش فقط لأنه هو عبارة عن تخصص أو أنه يعني أي شيء ثاني. جميل. طيب فالحين انت مثلا خلصت ثانوي دخلت اللي هو تربية فنية وخلصت اللي هو الجامعة. طيب ما بعد الجامعة يعني مثلا انت خلاص تخرجت وش الشيء اللي سويته بعد الجامعة؟ انا اول ما خلصت الاختبارات الاخيرة يعني اخر اختبار في الجامعة كانت حجوز لي مكتب في الجامعة ما شاء الله مباشرة كان مكتبي جاهز. فما خرجت خارج نطاق الجامعة. خلصت اختبارات وخلاص مباشرة يعني اشتغلت في نفس الجامعة اللي يعني درست فيها. هم كانوا مؤمنين انه فعلا عندي طاقة وممكن يعني الجامعة تستفيد منها بشكل جدا كبير. وايضا كنت مترشح ان اكون معيد لانه كان معدلي جدا عالي. جميل. بس للأسف ما صار للسنة اللي الدفعة اللي احنا كنا فيها ما صار في يعني توظيف لمعيدين. السنة اللي بعدنا واللي بعدنا ايضا نفس الشيء. فلذلك الجامعة خلتني في قسم اللي هو يسموه الملتي ميديا اللي هو
الوسائط المتعددة. جميل. ومن خلالها أنا بديت أطور إمكانياتي بشكل أكثر في مجال 3D، في مجال الأنيميشن، وكنت أحاول أنه أفيد الجامعة بشكل عام أيضا في هذا المجال. يعني أنا حاب أتعلم 3D، فدخلت هذا المجال لي يعني لأعمالنا في الجامعة. أنا كنت في مركز اسمه مركز تقنيات التعليم. جميل. وهذا المركز يهتم بالأشياء الخاصة ب يعني ابتكار طرق جديدة للتعليم. جميل. في الجامعة. فأنا كنت دائما أقول لهم ليش ما نحول هذه المادة إلى مثلا حاجة تفاعلية. أيضا أنا بالنسبة لي كنت شاطر في البروغرامينج، فكنا نعمل interactive applications. جميل. ومنك أيضا 3D، منك graphics. فربما هذا يعني المزيج خلاني أنه يعني أتمكن من إنتاج محتوى تعليمي جيد، وأيضا خريج تربية، ف يعني فدمجت كل هذا الأشياء مع بعضها البعض. طيب ممتاز. هل الفكرة في وين الحين؟ لأن لما أسألك عن الترتيب الزمني أحاول أبني صورة عندي عشان أقدر أرتب الأحداث أو فهمها. لأن أنت تعلمت البرمجة أساسا من يوم كنت تستخدم فلاش. أيوة. وفلاش كان هذا يعني قديما، يعني في 2004 2005 هالكلام، في هالوقت صح؟ قديم جدا. ايوه بالضبط. وش اللي جذبك للبرمجه بما انك اساسا يعني فنان؟ انا اعرفك فنانين كثير ما يعني يستخدمون برامج بس ما تستهويهم البرمجه يعني. والله اذا تريد الامانه هي صدفه. اوكي. او مش صدفه بالتحديد، هي بالخطأ. يعني أنا تعلمت البروغرامينج عن طريق الخطأ. هذه كلمة مثيرة للاهتمام هذه صراحة. أيوة. هي القصة وما فيها، مثل ما أنت ذكرتها، ربما القصة هذه حكيتها بشكل جدا كثير، لكن ممكن أحكيها بشكل مختصر. وأنا كنت رايح للمحاضرة، وقلت إنه المحاضرة مشغولة، يعني فيها يعني أشخاص محجوز القاعة بشكل عام. جميل. ذهبت لقاعة ثانية على أساس أنه أنتظر، فوجدت أحد من أصدقائي يعني عامل أنيميشن ببرنامج فلاش. أنيميشن بسيط، عبارة عن اسمه ويطلع وينزل فقط، يعني مثل باوربوينت يعني. بس أنا شد انتباهي كيف ممكن أنك تعمل اسم ويتحرك. فبدأت أتخيل رسوماتي، أنا راسم رسمة معينة تتحرك بالطريقة هذه. طلبت من الشخص يعلمني فرفض. بعد معاناة طويلة معاه أيوة، قال لي بعلمك بس بشرط أنه يكون على ورق، وشرط الثاني أنك ما راح تسألني مرة ثانية نهائيا، طول حياتك ما تسألني أي سؤال مرة ثانية. طبعا أنا فرحت لأنه يعني وأخيرا راح أتعلم هذا الشيء. جميل. فبعدها بدأت أبحث، علمني اسم البرنامج، قال لي اسمه فلاش. بدأت أبحث عن أشخاص يعلموني فلاش يعني بطريقة يعني مبسطة. جميل. ما كان عندنا يوتيوب، ما كان في يعني سهولة في الوصول للمعلومة في الوقت هذاك. فوصلت لمكان اللي هو أنا اشتغلت فيه، دخلت فيه وسألت الشباب اللي كانوا فيه موجودين، هل بإمكانكم تعلموني برنامج فلاش؟ فسألوني أنت إيش تخصصك؟ قلت لهم أنا تخصصي تربية فنية. فضحكوا، قالوا إنه هذه يعني أنت برنامج فلاش يحتاج له برمجة، يحتاج له يعني لغة إنجليزية، أنت تخصصك لغة يعني التربية الفنية، فأفضل تتعلم برنامج بينت العادي تبع الويندوز، يعني بدل ما تروح تتعلم برنامج فلاش. قلت لهم لا، ما أريد أتعلم أي برنامج، أريد أتعلم فقط هذا البرنامج اللي اسمه فلاش. قالوا لي أنت روح لمحل تبع الكمبيوتر، خلهم هم يعملوا لك إنستوليشن للبرنامج هذا. طبعا ما كنت أعرف إيش يعني إنستوليشن. وكان من حسن الحظ عندي كمبيوتر في السكن اللي مستأجرينه، فكنت أشيل الكمبيوتر كامل مع الكيبورد مع الماوس مع المونيتور، كل شيء كنا نشيله في التاكسي ونروح محل للكمبيوتر يعملوا فورمات ويعملوا لي اللي هو الفلاش ترايل مدة 30 يوم. طيب. وما خبروني إن ما يحتاج يعني إنك ايضا ما كان يعطوني يعني النسخه الاصليه، كنت ادفع لها فلوس يعني شهريا، وكل شهر يخلص الترايل تبع البرنامج ورحت تسوي فورمات مره ثانيه، اي اروح الشهر اللي بعده
اشيل كل ادوات الكمبيوتر حتى الماوس والكيبورد واروح واعمل انستليشن من المحل، وبعدها لدرجه ان اصحاب التكاسي اصبحوا خلاص يعرفوني يعني. يجون يشيلون معك الكمبيوتر. خلاص هم والله مساكين يطلعوا فوق الطابق الفوقي ينزلوا الاغراض معي. ما شاء الله ما شاء الله. كانت فعلا معاناه. انا قضيت تقريبا 6 اشهر على اساس علشان اتعلم من برنامج فلاش، وبالصدفه انا كنت اقرا اللي هو المانوال اللي هو الدوكيومنتيشن تبع الفلاش. فانا كنت اشتري الديكشنري عشان اترجم الكلمات من اللغه الانجليزيه للغه العربيه عشان اقدر افهمها. جميل. فخلصت، انا تعلمت كل شيء، تعلمت كيف تسوي انيميشن، تعلمت كيف تسوي كي فريمز، تعلمت كيف تسوي رسم، كيف تسوي اكسبورت امبورت، وانا مستمتع بالتعلم. بعدها بالصدفه تعلمت انا البروجرامينج، فهم كانوا يقولوا اذا تريد تكون سريع ممكن تتعلم اكشن سكريبتس، انه يعني تعمل لك اوتوميشن بدل ما تعمل اشياء مانوال، ممكن يكون اسرع انك تعملها يعني عن طريق السكريبتنج. قلت جميل. انا اوكي خلنا اتعلم، ليش لا يعني. فتعلمت كل هذه الاشياء وعملت جيمز. فرجعت للاخوه اللي كانوا اللي كنت انا سالتهم يعني اريد اتعلم برنامج فلاش. جميل. فكنت معي سي دي وكنت سالتهم، قلت لهم لو سمحتوا اريدكم تساعدوني في حل مشكله. قالوا اي مشكله؟ قلت لهم انا عامل جيم وفي الجيم هذا في ايرور في الكود، فاريدكم يعني تساعدوني. جميل. قالوا مش انت اللي جاينا قبل 6 اشهر؟ قلت لهم ايوه انا. قالوا زين اوكي خلينا نشوف اللي انت مسويته. دخلوا السي دي، طبعا انا كنت عامل اوتو رن في السي دي ذيك الايام، يعتبر شيء كبير يعني كنت تعمل سي دي واوتو رن وفي انترفيس وفي باتونز. جميل. فقالوا من وين انت جبت هذه الاشياء؟ قلت لهم انا سويتها بنفسي. قالوا اوكي من اي موقع نزلتها؟ قلت لهم كيف يعني انزلها من موقع؟ ايش يعني موقع؟ قالوا ويب سايت. ايش يعني ويب سايت؟ وكيف يعني اعمل داونلود؟ فقال معقول انت بدائي بالطريقه هذه؟ قلت لهم ما عندي فكره، علموني انتم اساتذه يعني. فهم علموني انه في حاجه اسمها ويب سايت تدخل على الانترنت وتعمل داونلود، وفعلا يعني فتح لي آفاق كبيرة يعني. ففعلا هم تفاجئوا انه انا سويت الجيم هذا خلال 6 اشهر، وقاعدينهم يعني جرافيكس جميله وانترفيس وانتراكتيف. ف بعدها يعني اللعبه كانت عن ايش؟ اللعبه ما اريد اذكر قصتها. بس بشكل عام هي يعني انا اتخيل انها يعني بما انه برنامج فلاش فهي برنامج 2D وتكون يعني بلاتفورم. طبعا 2D ايوه. جميل. وانا على فكره دخلت انا عالم 3D بالفلاش قبل لا ادخل على 3D ماكس. يعني لان تعمقت جدا في مجال الكود، فكنت بامكاني يعني اعمل 3D عن طريق البرمجه نفسها. جميل. بس عاد اعطاني ليميتيشن جدا كبير، وكنت محصور جدا بالفلاش، لذلك اضطريت اتعلم 3D. 3D. ايوه. فبعدها مباشره هذلك الشباب طبعا انبهروا انه انا كنت يعني قبل 6 اشهر يعني جاينهم صفر، وبعدها مباشره يعني عملت جيمز. لذلك هم يعني خبروا المدير تبع المكان اللي هم يشتغلوا فيه انه في عندنا طالب، وهذا الطالب يعني عمل جيم خلال فتره بسيطه. المدير تكلم مع عميد الكليه وخبرهم انه في عندنا طالب، وهذا السبب اللي خلاني انه مباشره بعد ما اخلص اول اختبار اتوظف مباشره في الجامعه. جميل. ما شاء الله ما شاء الله. الاصرار انك تتعلم وتسال جاي من وين؟ طبيعتي انا كذا يعني، دائما اكون في تحدي مع نفسي وعنيد دائما. اي شيء يعني احصل فيه صعوبه اوكي يا انا يا هو خلاص، يعني ما في مجال للتنازل. جميل صراحه، لان انا فعلا انا الحين وانا اسمعك ان الاصرار هذا مو اي شخص ممكن يسويه. انك تاخذ وتبحث في الدكشنري وتسال وتسال وتبحث وتاخذ الكمبيوتر وتفرمته وترجع. اي والله انا مجرد اتذكر هذه القصص يعني اقول يعني معقوله انك انت تسوي بالطريقه هذه. على فكره يعني مررت بحاله صحيه سيئه جدا، يعني اصابتني مجموعه من الامراض بسبب السهر، بسبب الارهاق الزائد، بسبب عدم التغذيه السليمه، وايضا عزلت عن اهلي فتره طويله. انا مش من سكان العاصمه،
لذلك كنت يعني أظل لأشهر طويلة جدا وأنا في مسقط، يعني ما أروح للبلد على أساس إنه يكون عندي وقت كافي إنه، وكنت دائما تصير عندي حالات أفقد الوعي أثناء الدراسة، يعني لما أكون في المحاضرة في الكلية أكون جالس وأفقد الوعي فجأة، يعني بسبب إنه كثرة السهر اللي صارت عندي والتعب الزائد والإرهاق. حتى الأساتذة أو الدكاترة يعني كان يظن انه عندي حاله يعني سيئه، فكان واحد الدكاتره يسالني يعني هل انت عندك مشاكل؟ قلت له ايوه عندي مشاكل كبيره جدا يعني. طبعا المشاكل هي مشاكل التعلم من اي الجرافيكس. جميل. بس ما شاء الله يعني اسرارك بالنسبه لي ملهم. انا فعلا في كثير من الناس تكون يعني تكون عندهم الادوات، تكون عندهم الريسورسز كلها موجوده، ولكن مو جاي يشتغل، مو جاي يسوي شيء. ففعلا صراحه انا يعني كلامك هذا بالنسبه لي اشوف مصدر الهام يعني. تسلم. جميل. فأنت الحين توظفت في الجامعة، وفي نفس الوقت كنت أساساً تتعلم وتطور اللي هو في مجال الـ 3D والأنيميشن. طيب بالضبط. أيوة. الأنيميشن وش اللي استهواك في الأنيميشن، وليش إن اخترت إنك تفضل الأنيميشن أكثر؟ أنت أعمال كثيرة منك في هي أساساً أنيميشن. بالضبط. أيوة. هقول الأمانة أنا كنت دائما أحب الرسوم المتحركة، وصار ربما موقف يعني ما له علاقة بالأنيميشن ولا له علاقة بالجرافيكس ولا له أي علاقة بمحور حديثنا، لكن ربما من الأشياء اللي خلتني يعني أصر على تعلم الأنيميشن. وهي قصة طريفة نوعا ما، إنه كنت في القرية وكنا مع أصدقائي، مجموعة من الأصدقاء، جميل. فإحنا كنا مرينا في يعني رحنا في مكان نوعا ما نائي، وأنا كنت أصغر واحد من بين أصدقائي وأولاد يعني أولاد العائلة، فكان في هناك شيء يعني خوفنا، لذلك قررنا نرجع يعني بسرعة. جميل. فالأقراني كان يركضوا يعني بشكل سريع، وكان يعرفوا إنه في هناك يعني بئر في وسط المزرعة، وأنا جميل. ما كنت أعرف، وأنا كنت أصغر واحد فيهم وأول مرة أروح للمكان هذاك. فهم ركضوا، تقريبا إحنا كنا يمكن 20 شخص، وأنا كنت آخر واحد، وما كنت أعرف إنه في بئر هناك، وحوالي البئر فيه اللي هو أعشاب يعني بحيث ما يبين مكان البئر. جميل. فأنا كنت أركض وعلى سرعة ما انتبهت ووقعت في البئر هذا. طيب طيب كان الصباح. كانت فترة الصباح، وطبعا هم لأنه عددنا كان كبير فالجميع راح، وما كان حد عارف إنه أنا أصلا وقعت في البئر هذاك. طبعا أول كم ما كان عمرك؟ تقريبا يمكن 10 سنوات أو شيء كذا، كنت صغير جدا. طيب فراحوا كل حد راح البيت، وأنا كنت داخل في البئر هذاك. طبعا بدأوا أهلي يبحثوا عني، وين هذا يعني راح، مش متعود يطلع مشاوير طويلة أو إنه يغيب عن البيت. فأنا فقدت الوعي وكنت في داخل البئر هذا. تقريبا يعني مع وصول وقت الغروب وأنا كنت ما زلت داخل في البئر، هو بئر مهجور ما في يعني موية على قول السعوديين. ما في ماء. بعدها بديت انا اصحى واشوف يعني المكان المهجور اللي انا فيه، فانا تخيلت نفسي انه اشوف فيلم انيميشن اللي هو عباره عن شخص داخل في البئر، وبدات اتخيل يعني الاحداث اللي ممكن تصير، بس ابدا ما خطر على بالي انه انا فعلا في الواقع، يعني انه انا فعلا داخل في البئر هذا. فكنت ابحث عن حلول يعني تساعدني انه انا اطلع من البئر هذا، يعني كنت اقول لنفسي لو انا فعلا واقع في البئر هذا ايش اتوقع؟ مثلا راح ارسم اجنحه والاجنحه هذه راح تشيلني واطلع فوق من البئر هذا. جميل. بعدها بدات اتحرك واقوم، وجدت انه كل الام يعني من اثار يعني الوقوع في البئر هذه. ف
فبدأت أتألم وبدأت فعلا أوقن أنه أنا في وضع حقيقي مش في وضع أنيميشن. الطيه بدأت أصرخ بصوت عالي جدا يعني، وللأسف أنه المكان هذاك مهجور يعني، الناس ما يروحوا هنا قليل، هنا عبارة عن مزارع وأيضا يعني منازل الناس بعيدة. فبدأت أصرخ بصوت عالي جدا. بعدها يعني سمعتني واحدة من الأمهات اللي كانت مارة في المكان هذا، فكانت تسألني أنت إنس ولا جن يعني. أنا إنسان. طيب كنت أتكلم بالعربية الفصحى أقول أرجوكم النجدة ساعدوني. طيب فكانت هذه يعني العمة تقول إنه إيش هذا الكلام اللي قاعد تتكلم فيه أنت يعني. فقلت له أرجوكم ساعدوني، أنا الحين داخل في البئر وأريد حد يعني يطلعني. فهي قالت أنت يعني إيش اللي وداك هناك؟ قلت لها والله ما أعرف، حصلت نفسي هنا داخل في البئر هذا. فهي راحت وتركتني في البئر. طبعا بديت أشعر بالأسى، وكنت أتمنى أنه يكون في يعني سوبر هيرو يجي يساعدني وأنه ينقذني. بعدين اكتشفت ان هي راحت يعني تجيب اولادها، وهم جو لهم وفعلا طلعوني من البئر هذاك وساعدوني، وصارت عندي يعني نوع من الكدمات في جسمي الى الان موجوده. ف يعني فالقصة هذه واحدة من القصص اللي شجعتك فعلا انك تصر انك تتعلم انيميشن. ايوه، ففعلا موضوع الانيميشن وجدت انه هو داخل اصلا من ضمن خيالي، مش عباره عن اشياء يعني. يعني في موقف مثل هذا وانا اتخيل الانيميشن اللي صار هناك. بعدها بعد مرور عدد كبير من السنوات بدأت اتعلم فلاش وهذا. عملت 2 دي انيميشن كان جدا بسيط بمساعده احد من الاصدقاء. جميل. ما توقعت انه هذا الفيلم او المقطع البسيط الانيميشن انه راح ينتشر بطريقه يعني هائله. انا ابدا ما خطر على بالي هذا الموضوع. اتوقع انه في صوره موجوده في حسابي في الانستغرام، اتوقع انا حطيتها قبل فتره طويله اذا قدرت اوصل لها. طبعا هذا الاكونت تبعي في الانستغرام. جميل جميل. ما اعرف اذا هي موجوده ولا لا، لكن هذا من الأشياء اللي خلتني أتعلم اللي هو الأنيميشن بشكل عام. جميل. يعني ما شاء الله عليك منير، أساسا من يوم كنت صغير وأنت يعني تبحر في خيالك يعني. بشكل كبير جدا. أيوه جميل. هذا هو يعني هذا صورة من الأنيميشن اللي احنا سويناه. بس ما عندك الفيديو هنا. الفيديو عندي. موجود عندي، وهذا كان عن طريق برنامج فلاش. ما شاء الله. بس انا انصدمت انه انتشر الفيديو بشكل هائل، وما كنت حاسب حساب انه اصلا راح ينتشر بشكل جدا كبير. فهذا اللي يعني انه اتعلم الانيميشن بشكل مفصل. جميل. بعدها بعد ما دخلت انا في مجال 3D بدأت اتعلم انيميشن، وكنت عملت انيميشن بسيط جميل. عبارة عن بنت اسمها أروى، اللي هذه صورتها. هذا أول 3D موديل أنا أعمله عن طريق ال 3D. ما شاء الله ما من شاء الله. فترة طويلة جدا جدا يعني. أها هذا على أيام البوليغون موديلينج، شوي 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 شوي. بوليغون موديلينج، ما كان عندنا الزيبراش، ما كان في عندك اللي هو السكالبتينج تولز والأشياء هذه. فأنا عملت هذا الموديل. حتى الشعر إذا تلاحظ عبارة عن موديل وفي تكتشر. فعلا فعلا. عملت انا هذه الكاركتر وعملت لها انيميشن بسيط. انا صورت نفسي وانا امشي. بعدها رحت عن طريق ال 3D Studio Max جميل. وبدات اعمل الانيميشن فريم باي فريم. وكانت جميل. بالنسبه لي يعني فرحه غامره انه انا اشوف يعني احد الكاركترز اللي انا سويتها تمشي. فكنت سعيد جدا جدا بالحركه هذيك، يعني بالنسبه لي كان انجاز انه فعلا دخلت في عالم 3D انيميشن. جميل. طبعا هذا كان بيرسونال بروجكت يعني ما هي كان بيرسونال، كل بيرسونال بروجكت. جميل. ربما 90% من المشاريع اللي اعرضها في الانستغرام عباره عن بيرسونال بروجكت. جميل. حتى ايوه جميل. فخذيت انا الانيميشن ورحت للقريه. وجمعت اخواني، قلت لهم
انا عملت 3 دي انيميشن طبعا. هم ما مهتمين هم ايش يعني 3 دي انيميشن. طيب فبداوا يشوفوا والبقيه يعني يعني كل اخواني قالوا اوكي يعني سوات جميل. لكن اصغر واحد من اخواني اسمه صبري وكان يضحك يعني يضحك بشكل جدا كبير يعني انه متفاعل معك متفاعل كان يضحك يعني انه ايش الحركه هذه. فكنت انا اقول ليش تضحك يعني يعني هي الحركه عاديه عباره عن ووك سايكل يعني ما فيها اي شيء يضحك. فقال لي انه هذه البنت تمشي مثل الرجال. هذا هو صبري. طيب هذا هو صبري اللي في الصورة هنا. هو أصغر منك بكم؟ أصغر مني بكثير كثير. ما شاء الله ما شاء الله 10 سنوات أو شيء كذا. ما شاء الله ما شاء الله. أنا فعلا يعني العبارة هذه خلتني أغير طريقتي بالتفكير إنه فعلا إنه البنت هذه تمشي مثل الرجال. وأنا كنت يعني الرفرنس اللي استخدمته إنه أنا كنت أمشي فعلا والبنت تمشي مثل الرجال. فهذا فعلا لازم انتبه لهذه النقطة. فمن هذيك الأيام أنا بدأت يعني أهتم بدراسة الأنيميشن، مش فقط عبارة عن هواية وأنا أمارسها وقت الفراغ، لا لازم أكون يعني أدرس هذا المجال. جميل. وفعلا بدأت أدرس في مجال الأنيميشن، بس كان بالنسبة لي ربما في صعوبة إنه صعب أسافر لخارج السلطنة وأدرس الأنيميشن. جميل. لذلك ابتكرت طريقة معينة إنه أقنع جهة عملي إنه هي اللي تبعثني لدراسة الأنيميشن. جميل. بس كيف؟ كيف؟ هذه كيف أقنعتهم؟ أيوة. أول أنا طلبت من مديرنا إنه هو يشتري لي أجهزة يعني كما يقولوا هاي بيرفورمانس ماشينز، يعني كمبيوتر يحتمل إنه يشتغل على 3D. جميل. بس هو رفض. وكنت ما أعرف إيش سبب الرفض هذا. فطلبت منه أكثر من مرة يقول لي إن شاء الله الشهر الجاي، مرة يقول لي الشهر اللي بعده، مرة وهكذا. جميل. فما صار، ما كنت أنا عارف إيش السبب. ففي يوم من الأيام المدير كان يتكلم مع واحد من أصدقائي فيقول له إنه في عندنا موظف اسمه منير طلب جهاز غالي وإحنا ما قادرين نشوف الأعمال اللي هو يسويها. فيقول هل منطقي نشتري له جهاز غالي جدا وإحنا ما شفنا يعني أعماله إلى الآن وما نريد نجرح مشاعره إنه مثلا نرفض طلبه. قلت أنا أوكي، إذا هذه هي القصة. يعني أنا ما كنت عارف إيش السبب اللي يعني اللي خلاهم يرفضوا. جميل. ففي يومها أنا قررت إنه أنجز أعمال مميزة لصالح الجامعة. ففعلا رحت بنفسي وقابلت أحد من الدكاترة وكان عنده عبارة عن بحث علمي في مجال تكون اللي هو تكون السحب في منطقة معينة من مناطق عمان. جميل. فرحت أنا جلست مع الدكتور فقلت له إيش رأيك أنا يعني أحول لك هذه الدراسة إلى ثلاثية الأبعاد بحيث أنه المشاهد يقدر يشوف بدل ما تكون فقط دراسة مكتوبة. قال لي تقدر تسوي هذا الشيء؟ قال طبعا بإمكاني. فقال بالعكس هذا راح يكون شيء ممتاز جدا. بعدها رحت لدكتور ثاني في كلية الهندسة قلت له إيش رأيك يا دكتور أنا أحول لك المحتوى الخاص فيك إلى حاجة مرئية اللي هو كان يتكلم عن الحاجة اسمها بوليمرز اللي هو طريقة استخراج يعني يستخدموا الميكروبات في استخراج البترول من تحت الأرض. جميل. فالدكتور تحمس قال لي أوكي إذا تعمل لي كثريدي بيكون ممتاز جدا يعني. فعملت هذول البحثين لتكون السحب ولإنتاج البترول من تحت الأرض. تقريبا استغرقت شهرين لأنه يعني أتعلم كل التفاصيل كيف أعمل هذا الشيء وأنتجت الأعمال. وأتوقع عندي سكرين شوت من هذه الأعمال حاول أبحث عنهم إذا وجدتهم. جميل. البحثين باثنينهم فازوا يعني بتمويل من سلطان عمان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب. إنزين وحصلوا على مراكز الأول والثاني. ما شاء الله. أيوة.
وبعدها يعني بعدها لما كان في حفل جدا كبير في الجامعة، والبحثين اللي أنا سويت لهم جرافيكس فازوا المركز الأول والثاني، أو مراكز متقدمة ما أذكر، بس كانت مراكز متقدمة يعني الأول الثاني أو الثالث أو الثاني والثالث. بعدها مديرنا لما شاف إنه أنا يعني سويت هذا الأعمال فكان فخور جدا، يعني جاء المكتب عندي قال لي أنا فخور جدا بالأشياء اللي سويتها، اختار لك دولة عشان تدرس فيها. ما شاء الله اختار ما شاء الله. طيب ايش مواصفات الجهاز اللي تريده؟ كم مقاس الدروينج تابلتس اللي تريد تستخدمها؟ فصرت انا يعني مثل المدلل يعني عندهم. فعلا قدرت انه احصل على كورسات خارج عمان، وجابوا لي الأجهزة اللي هو الورك ستيشن، وجابوا لي اللي هو لوحات الرسم، وفعلا قدرت أنتج أعمال يعني للجامعة في الفترة هذه. في نفس الفترة يعني قدرت أنتج عمل خاص، اللي هو هذا العمل كان عمل شخصي. بعد ما صار عندي جهاز قوي وصارت عندي يعني إمكانيات أفضل، خلني أنا بوريك حتى الفيديو. فاستطعت انه انتج هذا العمل. ففعلا هذا اللي ايضا ساعدني انه ربما اتطور اكثر في مجال 3D جرافيكس بشكل عام. جميل. فهذه بشكل عام يعني المغامرة اللي سويتها على اساس علشان انه نتعلم 3D بشكل عام. طيب هل تقدر تكلمنا عن دراستك، الكورسات اللي طلعت ودرستها برا؟ هي كانت شورت كورسز لأنه كانت مكلفة نوعا ما، فكانت كورسات يعني كورسات قصيرة جدا. وأذكر واحد من الكورسات اللي هو كان بالنسبة لي كان مضحك. ليه؟ أنا حبيت أتعمق في مجال اللايتينج. أنا كل الكورسات اللي خذيتهم يعني متعمقة، يعني كورس مثلا في مجال اللايتينج بس، ما في أي شيء ثاني. جميل. كورس في مجال الكاركتر انيميشن، كورس كان في مجال اللي هو الكومبوزيشن، يعني كيف انت تعمل التكوين الفني. طبعا انا درستها في الجامعه هذه الاشياء كلها، يعني مثلا التكوين الفني، الكالر ثيوريز، الكالر بالانسينج والكالر ماتشينج، كل الاشياء الخاصه بالارت كلها درستها ايام الجامعه. وربما من الاشياء اللي ساعدتني انه يعني اكون متمرس في هذا المجال دراستي لمجال الفن. انا ما كنت كثير حاب المواد اللي يعلمونا اياها في الجامعه، مثلا يعلمونا النسيج، يعلمونا النحت. لكن فعلا افادتني لاحقا، يعني النحت احنا درسناه بشكل يدوي. جميل. منحت المجسمات انا كنت مهتم بنحت الشخصيات، وهذا اللي صار بعدين لما دخلت في مجال 3 دي انيميشن، بدانا فعلا ننحت الشخصيات. هذا ربما من اول شخصيه انا عملت له نحت في مجال كثريدي. يعني ما شاء الله. كنت تستخدم اي برنامج؟ كنت زيبراش. جميل. هذا كان اول اعمال تقريبا اللي عملت فيهم 3D سكولتينج. طبعا كان في محاولات بسيطه جدا، يعني هذه كانت عن طريق البوليجونز، هي قديمه جدا، بس هذا كان تقريبا من اوائل الاعمال. فالكورس اللي كان في كان تقريبا في ماليزيا، تتعلم فيه الإضاءة، فقالوا إحنا عندنا مدرس صيني، لكن هذا المدرس هو أفضل مدرس يدرس الإضاءة، لكن ما يتكلم اللغة الإنجليزية. جميل. كيف راح أنا أفهم؟ يعني هو يتكلم صيني وأنا أتكلم عربي أو إنجليزي، فكيف راح أفهم؟ قال إحنا بنجيب لك مترجمين وهم اللي راح يهتموا بالترجمة. طيب. المدرس هذاك اللي كان يعني يعلمني الإضاءة ما كان يضحك نهائيا، ما كان يتبسم يعني أبدا طول الوقت. صيني. أي صيني هذاك، ولكن يتكلم بشكل كثير، يعني بس كان يعني يعمل شيء وينتظر مني أطبق النتيجة. فتعبت يعني تعبت معاه. المهم أنا كنت أسأل المترجمة، قل لها ليش ما تترجمي لي الأشياء اللي يقولها؟ قالت أصلا ما يقول شيء يعني نهائيا. طيب. يعني كان كورس جدا جدا طريف، لكن الأمانة تعلمت أشياء كثيرة بالنسبة لي، يعني التكنيكس الخاصة بالإضاءة في مجال 3D. وبعدها أخذت أيضا كورسز في مجال الأنيميشن، في مجال مثل ما ذكرت لك الكومبوزيتينج، وبعدها بدأت
اخذ لي كورسات اونلاين. قبل لا انسى بعرض لك العمل هذا اللي ذكرت لك اياه. جميل. عملت انيميشن سريع. طبعا سويته على ال 3 دي اس ماكس. على 3 دي اس ماكس. جميل. طبعا في اشخاص كثيرين يسالوني ليش 3 دي اس ماكس، ليش ما تروح لي مايا او اي برنامج ثاني. نتكلم عن هذا الموضوع إيه؟ يعني في وقت نتكلم فيه. هذا هو. ما شاء الله. هذه كم جلست عليه وانت تسويه؟ هذا ما في وقت معين. هذا في قصة ثانية أيضا. كيف؟ ما أسمعك منير. أنا كنت أقول إنه في قصة مختلفة لهذا العمل. طبعا أنا كل شيء عندي فيه قصة. جميل. هذه واحد من الأشياء تعطي الأعمال روح أن تكون قصة. فوش كانت قصة العمل؟ والله الله يسلم لي حالك. أنا أول ما بدأت بالعمل هذا أنا كنت أريد أجرب أعمل حصى. جميل. شوف هذا الحجر اللي في النص. أنا كنت أريد أعمل يعني حجر بس بطريقة تكون أكثر فيها تفاصيل. جميل. فأنا عملت الحجر هذا، وبعدها يعني كنت أشوف الإضاءة كيف ممكن أعمل إضاءة مع الحصى هذه. جميل. عجبني المشهد، عندي أتوقع سكرين شوتس، ما أعرف كيف أوصلهم الآن. فأنا عملت، أتوقع موجودين في برنامج في ويب سايت أنا أبحث عنهم. فعملت الحصى، بعدها قلت أنا يعني أطور العمل هذا وأزيد النبأ، أعمل له أشجار تحت وأعمل لي يعني الماي، وعملت الجسر وعملت بقية الحصى. فأهملت هذا العمل. عملت له برينتينج وخليته عندي في المكتب. جميل. لما كنت أشتغل في الجامعة. جميل. فكانت يعني جت في زيارتي واحدة من زميلاتي، هي دكتورة. هي كانت مدرسة، يعني هي اللي كانت درسني من زمان. فصار زميلتي بعدين. جميل. فجت تزورني المكتب فقالت لي من عمل هذا العمل؟ قلت لها أنا اللي سويته. قالت عجبتني يعني الصورة هذه، أنا أريد أخذ نسخة. قلت لها أخذ نسخة لكن ما تعرضيها لحد لأنه لسه العمل مش جاهز يعني. قالت لي أوكي بشيلها وبنشوف كيف لاحقا يعني. فهي راحت وخذت يعني اللي هو الصورة هذيك. جميل. وعرضتها لدكتور معنا هناك في الجامعة، هو بروفيسور متقاعد. هو رسام وفوتوغرافر. جميل. فوردت العمل هذا، فقالها من عمل هذا العمل؟ قالت له أحد من طلابنا. قال مستحيل أحد من طلابنا يسوي عمل مثل هذا. فقالت له لا أنا أعرف منير وأعرف الشغل اللي هو يسويه. المهم هذا الدكتور جاء عندي المكتب، ترك كل أعماله وجاء عندي المكتب هنا. طيب. هو يتكلم باللغة الإنجليزية، فقال لي من سوى هذا العمل؟ قلت له أنا اللي سويته. فكان يعني يشوف للعمل ويشوف على يعني يشوف لي عيوني مباشرة. أنت عارف لما عندك تحقيق وأنت تريد تعمل. مصدق. يعني عيوني كذا نظرة شك وريبة. طيب. فكان يقول لي تعرف يعني مثل هذا كونان لما يروح يحقق، هذاك نسيت اسمه هذاك المحقق. كونان توغوموري. توغوموري اللي كان يحقق في الجريمة. يقول لي يعني listen my son. قال if you want to be a thief be a good thief. ايوه. قال ليش تقول كذا دكتور يعني؟ طيب. تريد تسرق أعمال، ما تسرق أعمال قوية مثل هذه، يعني اسرق عمل يتناسب مع مستواك. قلت له لا أنا ما راح أسرق أي عمل يعني. فطبعاً كنت أتكلم بكل ثقة. قلت له خلني أوريك أنا كيف سويته. قال أوكي يلا show me. قلت له يلا أوكي. أنا كنت فاضي ما عندي شغل، فبدأت فعلاً أعمل هذا العمل من جديد. يعني عملت طبعاً ما عملت sculpting للصخرة، لكن جبتها عملت import داخل في 3D Max وعملت lighting. على فكرة هذا العمل مش عمل قوي يعني، أنا أعتبره عمل جداً بسيط. حتى
يعني فيري فلات كأنه جيم. بس احنا نتكلم عن عام كم هذا اللي سويته؟ انا نشرت هذه الصوره تقريبا 2013، يعني اكيد قبلها بكثير، يعني يمكن 2010 مثلا او 2009. وعامل الوقت يلعب دور، يعني انا اعتقد ان هذا في وقته يعتبر عمل جدا جدا ممتاز طبعا. وايضا لا تنسى خبره الشخص نفسه ومستواه الفني، يعني فعلا. لو عملته الان، انا الان استحي اعرض عمل مثل هذا، لكن يعني كان لي بالنسبه لي قصه واحب القصه هذه. جميل. ايوه، فانا وريت الدكتور كيف انا عملت العمل هذا، هو شافه امامه يتشكل هذا العمل، فكان يعني تغيرت وجهة نظره بالنسبة لي، فقال ايش رأيك نعمل بزنس مع بعض. طيب تغيرت وجهة نظره من انه انا كنت ثيف الى انه يعني راح اكون اعمل معاه بزنس. فبعدها نشرت انا العمل، وصار في خلاف كثير، يعني اشخاص يقولوا انه هذه عبارة عن صور مركبة مع بعضها البعض، وبعضهم يقولوا انه يعني مش 3D. بعدها على فكرة ما كل المودلز انا عملتهم فروم سكراتش، يعني بعض المودلز اشتريتهم من النت، يعني مثلا هذا المجسم انا اشتريته وركبت فيه بعض الاشياء الثانية. ممكن بنتكلم لاحقا عن كتباشي هذا، مالك. اتفاجئ من هذا السؤال. فبعدها صار في عندنا سيمينار في احد الكليات في عمان، وقالوا احنا نبغى نشوف احد بعض الاعمال، فانا عرضت العمل هذا، وما كان فيديو، عبارة عن صورة، هذه جميل. الصورة اللي سوينا حاليا. فكان هم يقولوا انه ما معقول انه هذا العمل كثريدي، يعني انت جبت صور وركبتهم مع بعضهم البعض وضبطتهم، يعني اللي هو مثل اللي يسموه الفوتو مانيبيوليشن. فقلت لهم لا، هذا العمل فولي 3D، ما في اي شيء 2D. فهم يعني ما اقتنعوا بكلامي. بعدها لما انا رحت عنهم بداوا ما يتكلموا، قالوا اوكي هو جايب صور وفي النهايه يريدوهم الناس انه هو عباره عن 3D. طيب فواحد منهم اتصل فيني قال هم كانوا يتكلموا عن هذا الموضوع، فايش رايك تثبت لهم؟ قلت لهم انا ما كثير مهتم اثبت للناس يعني عملي، تعرف يعني بالنسبه لي هذا ارت وورك، فاللي يريد يقتنع فعلا انا مش مجبر راح انا اجبر الناس انه اوكي انت لازم تقتنع فيها. فعلا. بعدها انا قررت انه يعني انتج عمل انيميشن من هذا يعني فقط احرك الكاميرا، ما في اي انيميشن، وفي فقط عباره عن كلوث سيميليشن هناك. لكن بعد ما انا نشرت هذا الفيديو تفاجأت انه يعني صار في يعني ردة فعل جدا ممتازه من الناس في هذاك الوقت، والناس هذلاك اللي كانوا فعلا ما مقتنعين اقتنعوا فعلا انه هذا يعني فولي 3D. وعملت الرندرنج عن طريق رندر فارم، كان ايضا اول مره اجرب رندر فارم، عشان كذا تحصل فيه دروب فريمز، تقريبا 2 فريمز ناقصين فيهم تحصل فيه شويه في الانيميشن. لكن بشكل عام هذه كانت قصه العمل هذا، كان قصتين، قصه الدكتور وقصه الفريق هذاك اللي ما اقتنع. انت قلت رندر فارم، تقدر بس تعطيني بس فكره بسيطه للناس اللي ممكن ما تعرفوا شو هو الرندر فارم؟ الرندر فارم عبارة عن ويب سايت يقدموا خدمة الرندرينج. أنت بدل ما تعمل رندرينج داخل في الجهاز عندك وياخذ من عندك مثلا 10 أيام عشان تعمل رندرينج لمشهد واحد، أنت تعمل أبلود للسين لأحد من الويب سايتس. وطبعا هم عندهم رندر فارم اللي عبارة كأنه مزرعة، يعني إذا ترجمناها ترجمة حرفية، مجموعة كبيرة من الأجهزة، وهذا الأجهزة موصلة مع بعضها البعض وتعمل لك معالجة للصورة بشكل أسرع بكثير من يعني تخيل أنت عندك جهاز واحد، كمبيوتر واحد تعمل فيه ريندرينج، طبعا أكيد راح يأخذ وقت جدا طويل فعلا، خاصة إذا عندك يعني عندك وقت محدد عشان تنجز العمل هذا. فعلا. بس إذا عملت أبلود لهذا الملف وعملت له ريندرينج أونلاين طبعا بيكون أسرع بكثير، بس أيضا راح يكلفك نوعا ما. فعلا فعلا. هو اتوقع انت لو سويت رندر بالجهاز اللي عندك لهالمشهد كان بياخذ يعني ما ادري كم ممكن يوصل. بياخذ وقت طويل، يعني ممكن نقول يمكن 10 ايام تقريبا. هذا الكلام. فطيب ممتاز. ام بدخل معاك في الـ في الـ في المجال التقني. طيب او خلني قبل لا ندخل المجال التقني بيكون طويل.
موضوع انك الاستوديو اللي فتحته. اوكي انزين، من وين جات الفكره وكيف فتحته؟ الفكره جات وانا كنت في نفس السنه اللي وقعت فيها في البير هذاك. وقعت البير كانت يعني طيب البير ما لها علاقه، بس في نفس الفتره لما تقريبا كان عمري 10 سنوات حسب ما اتذكر. طبعا جميل انه كنت اوقف امام شجره، في عندنا شجره في البلد اسمها توريان. فكنت اوقف امام الشجره واقول اتمنى لما راح اكون كبير يعني تكون عندي شركه اسمها توريان. ففعلا مضت السنوات وبدات انا اسعى لتحقيق الحلم هذا. هذه هي شجره التوريان مثل البازلاء. اوكي، او البازلاء الهنديه اتوقع يسموها. مش الدوريان. مش الدوريان. هذه شجره التوريان. احنا الشجره تكون كبيره وضخمه صح ولا لا؟ لا مش كثير، لا عادي يعني. شوف الحين حجم حبات البازلاء بالمقارنه مع يد الانسان. احنا هذه نسميها عندنا نسميها سبار، طبعا هذا في المنطقه اللي انا فيها نسميها سبار. وفي ناس مو السبار، لان شكلي يشبه السبار. سبار غير، احنا ايضا نسميه سبار لكن مش هو. هذا بازلاء يعني بازلاء هنديه. جميل، بس ريحتها جميله و وطعمها مش كثير يعني مثل البازلاء العادية يعني. بس أنا حبيت اسم توريان، ما أعرف ليش أنا عجبني الاسم هذا. جميل. فقلت لما أكبر راح يكون عندي شركة، والشركة هذه راح يكون فيها كلهم فنانين. جميل. وراح أترك وظيفتي وأتفرغ للشركة هذه. تخيل هذا وأنا كنت يعني صغير يعني. ما شاء الله. طيب. ومضت سنوات وفعلًا كان حلمي إنه لازم أوصل لهذا الهدف بأي طريقة. ومضت سنوات وفعلا قدرت انه يعني اترك وظيفتي واتفرغ لشركتي الخاصه. جميل. وسميتها توريان وفيها فنانين. فهذه كانت المعايير اللي حطيتها في بالي يعني. جميل. كان حلم وصار حقيقه يعني. جميل. فالفكره الاساسيه كان من شجره التوريان يمكن صغير. الاستوديو كم صار له من كم سنه؟ الحين هذا السنة الثالثة للاستوديو. وانت خلاص الحين متفرغ تماما للاستوديو؟ انا متفرغ بشكل كامل. ايوه. جميل. طيب وش طبيعة يعني وش طبيعة الشغل الاستوديو؟ وش الاشياء اللي تسوونها؟ احنا بشكل عام نعمل 3D animation، سواء كان character animation، نعمل اعلانات دعائية. جميل. motion graphics وجرافيكس بشكل عام، بس مش كثير، بس مهتمين اكثر بمجال الانيميشن بشكل عام يعني. جميل. في مقطع في الانستغرام شفت الموجود كنتون تحتفلون ظاهر باطلاق برنامج او شيء زي كذا، واكون وياك واقعي ال- 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 انا فرحت معاكم لسبب ما ادري ليش. فعلا انا حسيت بجو الجو جو الحب والتعاون ومن هالكلام، ما ادري هل انا اتخيل ولا لا، بس انا يعني كان الفيديو عكس لي هالشيء، ما ادري ليش يعني. طيب في نقطه ثانيه، انا طبعا للاسف في قناه اليوتيوب متابعين اللي من عمان ما على حسب احصائيات اليوتيوب يشكلون 2%. زين. أيوه. فان شاء الله بعد هالمقطع ان شاء الله نقدر ان نوصل للشباب العماني. فأنا بأفيدهم بشغلة، لو في شاب عماني عنده خلفية في الثريدي طيب وده يشتغل في هذا المجال، زين، هل تقدر تعطيني الفرص الثريدي الموجودة سواء كان عندك في الاستديو أو سواء كان عند يعني في عمان بشكل عام، فرص العمل اللي لها علاقة في الثريدي؟ هو بشكل عام في عمان ما عندنا استوديوهات متخصصة في مجال الانيميشن. وهي مجازفة انه الواحد يعني يترك وظيفته ويتفرغ لإنتاج يعني كأنيميشن في عمان بشكل عام. جميل. وايضا عندنا الدراسة في عمان ايضا ما كثير يهتموا بمجال يعني تدريس الأنيميشن في الكليات، مع اني شخصيا يعني
عملت لقاءات في تقريبا كل او معظم الجامعات في السلطنه، وكنت دائما اتكلم انه ضروري احنا يعني ندرس الاجيال الجايه اي شيء يتعلق بالديجيتال جرافيكس، يتعلق بالانيميشن، وبشكل عام بال يعني السينما، يعني السينما بشكل عام، يعني سواء كان كفيلمز او حتى مجال الانيميشن. جميل. فاجابتنا على سؤالك، في شباب يشتغلوا في مجال الانيميشن بشكل عام، بس مش بالشكل الكبير، رغم تنقص التوعيه من قبلنا احنا كمختصين في هذه المجالات، وايضا ينقص اللي هو الناس ما يعرفوا ايش مدى فائده يعني هذا النوع من الاعمال. زين، فلذلك نلاحظ انه قليل جدا، وفي بعض الاستوديوهات تم فتحها في عمان وقفلوا. يعني انا شخصيا اعرف مجموعه كثيره من الاشخاص اللي فتحوا استوديوهات وقفلوها بعد فتره لسبب عدم وجود بزنس يعني كثير في هذا المجال، وايضا عدم الطلب الكثير عليها. جميل. لكن نحاول انه احنا يعني نبقى صامدين بقدر الامكان، ان شاء الله باذن الله. ونحاول نستهدف خارج نطاق السلطنه، يعني ما فقط نكون محصورين على نطاق يعني الاقليم اللي احنا عايشين فيه. هو طيب، هو الفكره يعني لو واحد يبي يوصل ان يدخل معاكم في الاستوديو، هل يعني قد وين لازم يكون عنده مهاره؟ طبعا انك تسوي مقابلات طبعا اكيد. الناس فانت وش المعايير اللي تشوفها في الفنان عشان تقدر تضمه للاستوديو عندك؟ احنا طبعا نستقبل اللي هو التدريب عندنا في المؤسسه. جميل. التدريب يعطينا فرصة ان احنا نشوف الامكانيات المتاحة، لان احيانا يعني التوظيف مباشرة صعب، خاصة في مجال اللي اذا كان شفنا شخص يعني فعلا لقطة مثل ما يقول المصري. يعني في اشخاص ما يتعوض، يعني مباشرة تشوف شغلة تقول يلا تعال مباشرة. لكن ايضا التريننج يعطينا فرصة ان احنا نشوف الامكانيات تبع الاشخاص قبل لا نوظفهم، لان احنا التوظيف نوعا ما شويه صعب، وعندنا التزامات كثيره لازم نسويها يعني بعد التوظيف. لذلك احنا يعني نجيب الاشخاص نعطيهم تريننج معنا لفتره 3 اشهر. وطبعا هذه الثلاث اشهر ما تكون يعني مش مجانيه، احنا ندفع للمتدربين. جميل. معظم طبعا مش كلهم، بس المعظم يعني يكون، على اساس ايضا احنا ما نستفيد يعني او نستغل جهد الشخص. يعني هو اكيد ينتج خلال الفتره هذه، بس نريد نقدر الجهد اللي هو سواه ونعطيهم على الاقل مقابل خلال الفتره هذه. جميل. اذا شفنا الاشخاص مناسبين راح يفيدونا ونستفيد منهم، فراح نعرض لهم عرض الوظيفه. في حال انهم شفناهم ما يتناسبوا معنا، على الاقل هو استفاد ماديا وايضا استفاد معرفيا خلال يعني الشركه. جميل. فهذه الاستراتيجيه اللي نتبعها احنا في مجال التوظيف، يعتمد على مستوى الاشخاص الفني، إمكانيته، تعمقه في بالنسبة للبرامج، والشيء الأهم بالنسبة لي هو الرؤية الفنية. جميل. جميل. Artistical يعني vision. جميل. طيب بالنسبة للبرامج، طيب أنا أشوف ما شاء الله أنت عندك بلندر و 3 DS Max وماي بعد. زين. أيوة. هذه واحد من الحوارات اللي دائما دائما، وخاصه الناس اللي يكونون جديدين في هذا المجال، ان اي برنامج ويبدا اذا على قولتني ينجز من برنامج الى برنامج. و فبالنسبه لك وش البرامج اللي تستخدمها؟ وابيك تعطيني رايك في فكره البرنامج الافضل. اوكي. بالنسبة للبرامج أنا أستخدم كل شيء، لكن قبل لا أتكلم عن موضوع البرامج، أنا في الأساس رسام. يعني أنا شخصياً معظم وقتي في الرسم، مش كـ3D يعني بشكل عام آرتست. يعني أنا بشكل عام أستخدم 3D علشان أوصل لي تكوين معين، عشان أوصل لي يعني رسمة معينة. يعني مثلاً خلينا نشوف هذه الرسمة، هذه كلها 3D، يمكن بعض التاتش بسيطة جدا كـ2D، بس هذه كلها 3D. زين. فأنا كرسام ما كثير مهم بالنسبة لي إيش البرامج اللي
اللي استخدمها علشان ان اوصل للنتيجه، بقدر ما مهم بالنسبه لي ايش هي القيمه الفنيه اللي راح اضيفها في هذا العمل. جميل. فاستخدم برنامج 3 دي ستوديو ماكس كمين بروجرام، ايضا هذه رسمه، هذه كلها 3 دي بس بعض التاتشز عباره عن 2 دي. استخدم 3 دي ستوديو ماكس كمين بروجرام، والسبب الرئيسي ان استخدم ماكس اللي هو البلاجنز، لان طورت فيه مجموعه كثيره من البلاجنز، طورت مجموعه من السكريبتس، فيهم هذا البلاجنز يساعدوني في انه انتج اعمال بسرعه وفعاليه اكثر. فانتقلت لمايا واستخدمه، ما زلت استخدمه بس مش بالشكل اللي هو يعني الكبير. استخدم مايا احيانا في مثلا لما اريد اعدل انيميشن، لما مثلا اريد يعني استخدم التولز الخاصه بمايا مثلا داينامكس، مثلا استخدم مثلا بعض السيميليشنز استخدم في المايا، بس ارجع واعمل رندرنج داخل في 3 دي ستوديو ماكس. جميل. بلندر بدأت استخدمه تقريبا قبل شهر من الان. ربما من الصعوبه اللي واجهتني في برامج اوتوديسك اللي هي عدم التحديث، خاصه برنامج 3 دي ستوديو ماكس، لأن أوتوديسك مشغولة ببرامج أخرى، مشغولين بإنتاج يعني الأشياء الخاصة بالصناعة، مثلا سيميليشنز خاصة بالسيارات، سيميليشن خاصة بالطب، فما عندهم وقت فاضي حسب ما أنا قرأت، يعني ما عندهم وقت فاضي إنهم يطوروا البرامج السوفت ويرز الخاصة بالأنيميشن بالتحديد 3D Studio Max. يعني ربما هذا الماكس مهمل بشكل هائل جدا، يعني خصوصا مثلا اي شيء يتعلق بالكاركتر انيميشن. صح انه يعني عندنا مايا هي متخصصه في الانيميشن، لكن بشكل عام ماكس فيه بعض التولز لكن ما جالس اوتوديسك ما جالس تطورها. جميل. عندك مثلا البارتيكلز يعني تم نسيانهم بشكل هائل لحد ما جاك واحد يعني شخص بنفسه هو عمل انجن للبارتيكلز فروم سكراتش. عندك حتى لغه البرمجه ما قادرين يطوروها، لانه برنامج 3 دي ستوديو ماكس مكتوب بلغه برمجه قديمه من ايام التسعينات، فما صاير يتواكب مع لغات البرمجه الحديثه. عندك مثلا البايثون 3، يعني بداوا فعلا يطوروه بشكل يعني مبسط، لكن بشكل عام ما تقدر انت تدخل على يعني الكور كود تبع 3 دي ستوديو ماكس عن طريق لغات البرمجه الجديده. جميل. وهذا ممكن يختلف عن بلندر. بلندر الميزة اللي فيه أنه يعني برنامج حيوي وقاعد يتطور بشكل يومي. أنا شخصيا يعني صار لي فترة طويلة أتابع الأبديت تبع بلندر وأشوف التحديثات اللي تصير لك يعني بشكل مستمر، يعني شيء رائع جدا للأمانة، فعلا من غير اللي هو أنه أصلا فري أوبن سورس. احنا لما بدينا نشتغل كاستوديو تواجهنا بعض الاحيان مشاكل في اللايسنس، وصار عندنا موقف في احد المرات ان احنا كان عندنا يعني بروجكت ونشتغل على مايا كرندرينج. جميل. انقطعت الانترنت لسبب معين، والرندر انجنز اللي نستخدمهم لازم يكون عندك اللي هو يعني لازم تكون اونلاين عشان تستخدم الرندر انجن، واحنا دافعين اوريدي فلوس لكن لازم تكون اونلاين. فواجهتنا مشكله كبيره جدا يعني في انجاز هذاك العمل، لذلك احنا بدانا نبحث عن حلول اخرى، يعني انه اذا صار موقف مثل هذا يكون عندنا يعني بعض الاحتياطات. جميل. فبدأنا نبحث عن الحلول وشفنا بلندر من أحد الحلول ربما تكون مناسبة. وفعلا أنا شخصيا بدأت دخلت في البرنامج وحبيت أعرف إيش الأشياء اللي ممكن يعطيني إياها بلندر وإيش الليميتيشنز اللي فيه. فاشتغلت في أكشوال بروجكت، كان عندي مشروع مع أحد الشركات الكبيرة في عمان. جميل. قلت أنا لازم يعني أبدأ البروجكت هذا عن طريق بلندر وأشوف مدى سرعة إنجاز العمل، وفعلا قدرت أنه أنتج العمل يعني بالكامل عن طريق برنامج بلندر. جميل جميل. بدأت أشتغل في برنامج آخر أو بروجكت آخر لأحد أيضا الكلاينتس، لكن هذا البروجكت في مجموعة كبيرة من الكاركترز وفي مجموعة من الألمنتس، يعني هيفي بروجكت. فربما هذا البروجكت اعطاني يعني
صورة واضحة أنه بلندر ممتاز هو لبعض المشاريع الصغيرة. إذا جيت عاد على مشاريع كبيرة اللي فيه تفاصيل كثيرة، فيه كاركترز كثيرة، يبدأ البرنامج نوعا ما يعني يشتغل بشكل بطيء جدا. لذلك أنا شخصيا أشوف أنه البلندر ممتاز للمشاريع الصغيرة اللي فيه مثلا كاركتر واحد اثنين، يعني تو كاركترز. بس إذا عندك مشاريع ضخمة وتشتغل على تفاصيل كثيرة، برنامج ما راح يكون هو الخيار المناسب حسب تجربتي الشخصية طبعا. جميل. أنت جبت شغلة معينة وقلت أنك يعني هذا واحد من النقاط اللي بتكلم عنها، أنك انتقلت من برنامج المايا والثري اس ماكس، يعني صار لك تستخدم بلندر شهر تقريبا وسويت فيه بروجكت. هذا يعطيني انطباع ان الانتقال من برنامج الى برنامج ما بيحسن مستواك ابدا، لان اساسا المهارات الاساسيه موجوده عندك. اي طبعا، انت السوفت وير ما له اي علاقه بمهاراتك انت. يعني انا شخصيا ما راح يكون مهم بالنسبه لي انت اي سوفت وير استخدمت مايا، استخدمت 3 دي ستوديو ماكس، وات ايفر، ذيس از نوت ماي بزنس. ما مهم بالنسبه لي اي سوفت وير استخدمت، اهم شيء بالنسبه لي النتيجه النهائيه اللي انت وصلت لها. جميل جميل. هل يعني هل ممكن تتوقع ان الاستوديو عندك يتحول جزء كبير منه الى بلندر، ولا انك بتدخلونه في الورك فلو كامل مالكم في البايب لاين؟ راح ندخله في البايب لاين، ربما بعض الاشياء حلوه فيه. انا عجبني اللي هو عجبتني فكره الانيميشن اللي اشتغل فيها بلندر. وكيف انت تعمل يعني كيف تقدر تدمج الانيميشن مع بعضهم البعض، في حاجه اسمها نون لينير انيميشن اديتور بعد جيد. احيانا بعض المشاريع صغيره حال فيجواليزيشن عندك اللي هو الاي في، هذا الريندر انجن شفت جميل، وربما من اقوى الفيتشرز في برنامج بلندر اللي هو الجريز بنسل 2D انيميشن، عجبني بشكل جدا كبير يعني. فعلا فعلا. هذه ربما من الاشياء اللي نستخدمها، بس نحاول بقدر الامكان انه يعني نستخدم بلندر في بعض المواضع لحد ما يكون مور ستيبل. جميل جميل. هو بلندر قاعد يعني فيه واحد من الشباب اسمه علاء اشتغل في يوبي سوفت في الصين، ونفس الشيء استخدم بلندر في شغله هناك. يعني يستخدم بلندر حق ال 3D موديلنج، بعدين يودي المودلز في المايا، بعدين يدخلها في البايب لاين اللي هو الخاص في الاستديو عندهم هناك. الشغله الثانيه الحين البلجنز اللي انت كتبتها ل 3D Max. انزين، ابي تقدر تكلمني عن اول مره سويت فيه بلج ان، او فكره انك تسوي بلج ان، وليش اساسا تسوي انك انت تسوي؟ والله سؤال جميل ورجعتني لسنوات طويله سابقه. ربما انا اتكلم عن الاشياء السابقه، هي ساعدتني بشكل او باخر انه اوصل لهذا المشوار. احيانا يصير عندك موقف، ربما يكون موقف عابر او موقف مثلا مفاجئ، لكن من خلاله تقدر تبني شيء اخر. جميل. لذلك ما نستهين ابدا يعني بالمواقف اللي تصير، بالعكس احنا ممكن نستفيد منها يعني. فعلا. فالله يسلم حالك. ليش انا بديت اعمل البلجنز داخل في عن طريق الماكس؟ كان فيه من فتره طويله جدا احنا نريد نعمل كاركتر يعني او فيشل انيميشن حال احد الكاركترز، وهي كاركتر معقده نوعا ما. اللي هي موجوده هنا في اتوقع نشرتها من فتره طويله، عرضتها لك قبل شويه تبع هذا الرجل الشيبه. انا عملت هذا 3D موديل وحبينا انه نحرك نخليه يتكلم لهذا هذا الموديل. جميل. فعندي احد من اصدقائي هو ايضا هو 3D artist، وهو ايضا شاطر في النحت ك 3D. جميل. فطبعا بالنسبه لي انا كنت استخدم اللي هو المورفينج، اذا عندك فكره عنها، البلند شيبس تبع في الانيميشن، يعني تعمل بلند شيب بعدين تعمل بلند شيب اخر وبعدين تعمل مانوال انيميشن، فكان متعب جدا وانا شخص كسول.
طلبت من زميلي قلت له ايش رايك انت يعني تعمل بلند شيبس اللي هو 70 بلند شيب تبع هذه الشخصيه انا بعدين ادخلهم في برنامج 3 دي ماكس علشان اسوي الانيميشن. جميل. طبعا هو فهمني، طبعا هو عرف الخدعه يعني انه هو راح يسوي 70 70 بلند شيب، يعني شيء متعب جدا يعني. واحد من البلند شيب مثلا الفم يكون مفتوح، واحد سمايلينج، واحد مثلا العين مفتوحه، بعدين يعني شيء كما تقول ممل جدا انك تسويه. فعلا. قال لي لا مستحيل اني اسوي هذا، مستحيل اسوي هذا الشيء يعني. قلت له بالعكس انت ارتست وانت. قال لا مستحيل اسوي هذا الشيء. طيب. قال لي انت يعني انت كونك مبرمج ليش ما تسويها يعني عن طريق الكود وخلاص يعني انتهى الموضوع. فانا فعلا بدأت افكر في الموضوع ايش قصده هو انه انا اعمل عن طريق الكود يعني، يعني انه اسوي سوفت وير. فقال لي ما مهم بالنسبه لي باي طريقه تسويها، بس انت اعملها يعني اعملها اوتوماتيكي وخلاص انتهى الموضوع، ليش انا ليش نضطر نسويها يدويا. ففعلا يعني لفت انتباهي لهذه النقطه انه هل ممكن فعلا انا اقدر اعمل يعني بلجن داخل مثلا 3D Studio Max وهذا البلجن يساعدني انه يعني احرك الكاركتر هذه. فبدات ابحث في الموضوع. اللي ساعدني في البدايه انه انا درست الاناتومي اللي هو تشريح تشريح جسم الانسان سواء كان كامل جسم الانسان او حتى الفيشل اناتومي. جميل. بس طبعا ارتستيك مش الـ مش الميديكال. ف بدات اعرف يعني ادرس وين وين مواضع اللي هي يعني العضلات المسلز وين موجوده كالعضله مثلا في جسم الانسان. لما واحد يعمل سمايلينج وين يفترض تكون يعني الديفورميشن موجود اكثر. جميل. قرات لبحث كان بحث منشور في احد الجامعات ما اتذكر في احد الجامعات الاجنبيه يتكلم كان عن العضلات الموجوده في جسم الانسان. وايضا قرات لبعض الارتكلز اللي هم يتكلموا عن الفيشل موشن كابتشر وليش هم حاطين مثلا الماركرز في اماكن معينه. جميل. فقد يعني بناء على هذه الدراسات اللي قراتها ابدا يعني اطور بنفسي بلجن. بس كان بالنسبه لي مساله التراكينج صعبه جدا، وكيف انا اقدر يعني اخلي السوفت وير يتعرف على النقاط هذه. بس قلت خلنا اجرب بدل ما انه يعني فقط عباره عن شيء نظري. تقريبا اخذت يمكن شهرين او ثلاثة اشهر عشان ادرس الموضوع هذا. جميل. بعدها قدرت اتوصل لنتيجه انه احط فيه الماركرز، وبعد ما يعني اعمل ماركرز اعمل تراكينج ل للنقاط هذه. جميل. انزين وبعد ما اعمل تراكينج بعد ما اعمل تراكينج يعني ممكن انه هذا قبل 9 سنوات انه السوفت وير او البلاجن يشيل هذه الماركرز ويحولها الى 3D داتا. اوكي. وبعدين الاتاتش لل 3D داتا داخل في 3D كاركتر. هذا هو هذا هو الانترفيس الخاص بالبلاجن. هذا هو ما شاء الله. ايوه هو بسيط جدا يعني يقول لك انه خبرني وين موجود الهيد. طبعا هذا منشور قبل منشور سنه 2012 ما شاء الله. يعني اكيد انا سويته قبل 2012 بسنوات. يعني من بدايه الاشياء اللي سويتها ف اللي هو يطلب مني وين موجود الهيد بشكل عام. وين موجود مثلا بونز تبع مثلا خاص بالهيد والجو والنيك والاشياء هذه. زين بعدين هو يعطيني لايتس مثلا يقول لي انه وين موجوده النقطه هذه في 3 دي موديل. جميل. فبعدها انا يعني عن طريق اللي هو هذه البتن اخبره مثلا ان هذه النقطه موجوده هنا. جميل. فهذا راح ينطبق على اي كاركتر سواء كان حيوان انسان اي شيء راح ينطبق عليه. هل نشرت هالبلجن في اي مكان؟ لا والله ما نشرته. الى ما نشرته كذا. بعدين راح يعمل لك اوتوماتيك سكيننج هو مباشره. كل شيء راح يكون اوتوماتيك. طبعا هذا من 2012 تخيل الان يعني في بلجنز كثيره وسريعه جدا. بس هي فكره انك الحين بالنسبه لك انت فاهم اساسيات انك كيف تكتب البلج ان وترجمها الى اكشوال انيميشن يعني.
ايوه هذا هو التشالنج طبعا. وصارت في عندي تحديات كثيره، من ضمنها اللي هي في البدايه اول ما عملت البلاجن هذا كان فلات، يعني عباره عن كاميرا من الامام وتصور لك الحركه. جميل. لكن صارت الحركه يعني مسطحه، يعني اذا مثلا بغيت انا اللي هو اللبس هذه يتحركوا على الصوب واحد فقط، ما راح استطيع الماركرز، يعني التراكرز ما راح يقرا الماركرز. لذلك اشتريت لي خوذه وطبقت فيها اللي هي الكاميرا، اشتريت لي ويب كامز ثلاث، واحده في اليمين واحده في اليسار، ورحت عند اللحام وعمل لي حديد، فكانت ثقيله جدا لدرجه انه كل ما لبستها يصير عندي صداع رهيب جدا يعني، فما احتمل ابدا يعني انه البسها، لان كانت حديد فعلا، وكان في الخلف يعني ايضا جزء من حديد بحيث انه يكون في توازن، لانه تعرف ما كان بالنسبه لي اقدر يعني اوازن راسي. لهالدرجه كانت ثقيله؟ ثقيله يعني تعتبر ثقيله، تحط شيء في راسك يعني في الكاميرات فعلا فعلا فعلا. فالكاميرا اللي في الامام كانت تقرا اللي هي اللي يعني اللي هو الاكس والواي. اوكي، فكان الواي وكان تقرا الاكس لكل ماركه. الكاميرا اللي في الجنب تقرا لك الزي در اللي هو وايضا اللي في الصوب اللي هو الماينس زي. جميل. السوفت وير يقدر يقرا لك اي ما كل واحده من الماركرز، سواء يعني اللي عملت لهم تراكينج، ويقدر يعمل كل واحده من هذول الماركرز وين راحت في السبيس. يحسب لك الديستنس، يعني البعد بين كل بوينت ومع الثانيه بالمقارنه مع اللي هو الريست بوز، حاجه يسموها الريست بوز، يعني يعني لما تكون الشخصيه وهي ثابته بالطريقه هذه. هذا يسميه اللي هو الريست بوز. جميل. فعاد هي يبدا يحسب وين هذه النقطه راحت في السبيس بالمقارنه مع النقاط الثابته، اللي هي النقاط الثابته اللي ما فيها ديفورميشن. يعني مثلا عندي هذه النقطه ما يعني تتحرك هذه، بس عندك النقطة هذه ما تتحرك كثير. وعندك اللي فهو يبدأ يحسب وين هذه النقاط راحت في السبيس. فبعدها قدرت أنه يعني أعمل سينك بين الصوت وبين الانيميشن، وأنا كنت لي أغني في الفترة. ما شاء الله ما شاء الله. ما يطلع الصوت؟ ما يطلع الصوت عندك؟ لا ما يطلع. أوكي، من حسن الحظ. بس هذا موجود موجود في اليوتيوب الفيديو هذا. جميل. فهذه كانت يعني كانت بدايات دخول في عالم سكريبتينج. بعدها استطعت ان اطور اللي هو الفول بادي موشن كابتشر. جميل. في عندي نماذج هنا اتوقع موجوده، خليني اعرض لك اياها من الكمبيوتر هنا. ثانيه واحده. هذه كان ما شاء الله. ويكون مثلا هذا الكلوث سيميليشن يكون اساسا ثقيل. كلوث سيميليشن اسويهم بعدين يعني كمرحله ثانيه، بس في الاساس اللي هو الانيميشن سكيلتون. ايوه يعني طبعا هذا المعروف تبع 3D Studio Max سكيلتون. استخدم هذا اللي هو الريج على اساس انه يعني اعمل امبورت للانيميشن اللي انا سويته كموشن كابتشر، وبعدها اطبقهم على طبعا ما انا كنت اللي امشي. جميل. ايوه الكلوث ها عملهم عن طريق برامج ثانيه، سواء كنت استخدم ان كلوث في المايا وعندك ماربيليس ديزاينر للكلوث سيميليشنز. ايوه. جميل جميل. فيعني هذه الشغله هي اللي دخلتك على البلوج ان، ومن ذاك اليوم انت استمريت في كتابه اساسا، يعني كل ما احتجت شغله وتحس ان الاوتوميشن فيه بيكون مفيد بالنسبه لك قمت تسوي بلوج ان الى يومنا هذا. انا ما زلت مستمر على هذا الموضوع. وطيب هو عشان بس الناس اللي تسمع، بالنسبه لك البلوج ان هو عباره عن حل لمشكله تاخذ وقت، صح ولا لا؟
بالضبط ايوه. لان بالنسبه لي في ناس كثيره ما او هذه شفتها في المبتدئين وعلى الاقل انا صارت لي يعني، لان انا ما كنت احب استخدم بلج ان لاني كنت اعتبرها زي مثل الغش او زي كذا يعني. يعني ما ادري ليش كنت افكر كذا صراحه. بس هي في النهايه اذا انت عندك فكره وتبي توصلها يعني بالوقت باسرع وقت انت ما يعني مثلا عندك في واحد من الشباب كنت اتكلم وياه كان الاستوديو عندهم سوى كان عندهم في الاستوديو 100 وجه يحتاجون يسوون له ريتوبولوجي انزين في وقت قصير، فطوروا بلج ان حق ريتوبولوجي حق الوجوه انزين. فهذه الشغلات اللي تاخذ وقت على قولتهم العمل اليدوي اللي ياخذ الممل اللي ياخذ وقت فعلا واحد يحتاج يستخدم له بلج ان. وشيء كويس ان انت اساسا طورت خلفيه في البرمجه من زمان و ونفعتك يعني زين. بالضبط. ربما الفكره اللي انت طرحتها قبل شويه بخصوص موضوع انك ما تحب تستخدم بلجنز لانه كانه فيه نوع من الخداع، انا اتفهم هذه الفكره لانه سمعتها من زمان سنوات طويله بس الحين سمعتها مره ثانيه منك. الناس كانوا يظنوا وهذه ربما كانت اكثر شيء في برنامج فوتوشوب بس اول مره اسمع عنها في 3D من عندك انت. لما كانوا مثلا يستخدموا برنامج فوتوشوب يقول لك انا ما احب استخدم بلجن لانه البلجن بيعطيني النتيجه غير حقيقيه ويعطيني فيك ريزولت. يعني مثلا يعني انا عملت رسمه معينه بعدين عملت لها افكت عن طريق البلجن فمعناها مش رسمتي، معناها البلجن اللي سواها. بس ما ينطبق هذا الموضوع في عالم 3D بشكل عام. البلجنز هم عباره عن ادوات، احنا مطلوب منا نستخدم الادوات هذه بحيث نسرع العمل وننتج اعمال يعني جيده وجميله وتكون اعمال يعني يعني كما تقول مش مستوحاه من اعمال اخرى، يكون اعمالنا يعني دقيقه. فما في اي مانع احنا ممكن نستخدم هذه البلجنز. بالنسبه لتسريع العمل في 3D طبعا جدا جدا مهم. يعني انا مثلا لو ما استخدم بلجنز اللي انا سويتهم كشخص واحد ما يستطيع يسوي مثل هذه الاشياء كلها، يعني في اعمل انيميشن، اعمل ريجينج، اعمل مثلا كلوث سيميليشنز، هير سيميليشنز، اعمل ريندرينج، لايتنج. فهذه الاشياء صعبه بالاضافه انه ارسم صعبه جدا انك تسويها بدون ما يحتاج لك يعني على الاقل مساعدات فعلا. ولا وقت جدا طويل فعلا. أيوه. فعلا هي في النهايه فكره انت بتوصلها يعني. بالضبط. جميل. طيب بنام انا هتكلم عن موضوع البلجن ومن هالكلام، لو احد من الناس الحين جالس يسمع وده يدخل في مجال انه يعني عنده مشاكل وحاب انه يسوي له بلجن، يعني من خبرتك وش تنصحه كيف يدخل في مجال انه يسوي سكريبتنج حق بلجنز؟ ممكن يشوف تيتوريالز اونلاين بيكون سريع يعني بالنسبه له تعلم السكريبتنج. في لغه معينه انا عارف انه المايا والمايا فيه يستخدم البايثون والبلندر. أيوة. يستخدم بايثون بعد وال 3 دي سماكس. ايوه يستخدم بايثون. جميل. ف في رايك لانه المصادر الحين موجوده لو واحد يبحث في يوتيوب بس ان كيف اسوي بلجن بتطلع له، بس على ايامك اول ما تعلمت مثلا تحتاج تاخذ ديكشنري وترجم كل شيء. ففعلا الحين دي الايام بيكون موضوع اسهل بكثير. طيب فعلا في تكنيك انت تستخدمه اللي هو الكيت باشنج. لان هذه شغله ثانيه ناس يعتبرونها زي الغش. انا كنت اتكلم مع اكثر من شخص يعني، ف انا لاحظ هذه الشغله تكون عاده في الناس اللي توه بادي ان هو طبعا يعتمد على الهدف. اذا كان هدفك انك تصير 3D modeler اوكي انك تستخدم انك تسوي الموديل اساسا. بس أيوة. انت في حاله تقدر تكلمني عن موضوع الكيت باشنج وش رايك فيه وليش تستخدمه اساسا؟ ممتاز. بس انا حاب قبل اعرف منك ونسأل وجهات نظر الاخرين ليش يعتبرون نوع من الغش. اي لان كانك ماخذ الموديل يعني هو في البدايه الشخص لما يتعلم زين والواحد لما يتعلم في البداية يحس أن الناس كلها
هي اللي تسوي الموديلينج. جميل. بما ان انا لسه اتعلم واسوي ال 3D موديل، فلما يروح يشوف صوره يكون منبهر منها ان كيف سويتها الصوره الممتازه، فلما يقرا ويشوف ان في بعض المودلز تكون جايب يكون جايبينها من برا يحس شويه احباط. زين. هذا بالنسبه للاشخاص، هذا انا مريت فيه يعني. بما لما كنت اول ما بديت اتعلم كنت اعتقد ان كل شخص يسوي عمل انه سوى كل شيء فيه. زين. أيوة. مو بس كذا، كنت اعتقد ان في كل مثلا لو شخص سوى اشجار وسوى فوليج واعشاب ومن هالكلام، في العمل الجديد المفروض يسويهم من الصفر مره ثانيه. زين. كنت أيوة. كنت افكر زي كذا يعني. وبعدين لما تقدمت استوعبت ان لا، انها يعني انا مو انعجبت في الصوره بغض النظر عن كيف سواها اساسا. بالضبط. اي بالنسبه لو فوجهه نظر هذه للناس اللي توه بالي، وانا كانت عندي ان بما ان انا اسوي كل شيء واتعب فيه، فالمفروض ان كل الناس يسوون فيه ويتعبون فيه يعني. بالضبط صحيح. ايوه. هو يعتمد على اشياء كثيره جدا. يعني على سبيل المثال اذا افترضنا انه انا موديلنج ارتست، وجيت انا اتقدم لوظيفه عندك اقول لك انا موديلنج ارتست، فمعناها انت راح تتوقع مني انه بنسبه 100% من المودلز اللي راح اعرضها عليك هي عباره عن انتاجك انت الشخصي. فعلا. اتفقنا. في حال مثلا انا قلت لك انا انيميشن ارتست، فما راح اتوقع منك انه راح كل شيء المودلز اللي راح اشوفها ان هي اصلا من انتاجك انت الشخصي. جميل. ما راح اهتم فقط بجانب الانيميشن. واحنا حتى لما نعمل مقابلات تكون بالطريقه هذه، يعني مثلا جيني انيميتر جايب لي مشاهد، I don't care about the models، من سواهم من ما سواهم، I care about the animation itself. كيف الانيميشن، هل waiting ممتاز، هل مثلا يعني عندك، ولا حتى ايضا ما اهتم بالريجينج. اقصد waiting اقصد هو مثلا الكاركتر ويت والشيفت ويتنج والسوالف الخاصه بالدرس، مثلا عندك الزادوريشن، اهتم بالاشياء الخاصه بمثلا اساسيات البرنسبلز اوف انيميشن. Principles of animation. مثلاً concept artist. أيضاً مثلاً أريد أسوي مقابلة مع concept artist. جميل. هو مستخدم مثلاً models عن طريق الكتباش. I don't know. أبداً ما مهم بالنسبة لي. أهم شيء بالنسبة لي الذوق اللي هو يعني سواء علشان يوصل للنتيجة هذه. جميل. طريقة التكوين، طريقة دمج الألوان، طريقة التحكم في الإضاءة في العمل الفني. هل عنده خبرة عن طريق اللي هو عن مثلا مسألة اللايتينج، مثلا عنده خلفية عن يعني أي شيء له علاقة بالفن. فهذا يعتمد على كل أرتست وهي الأشياء اللي يريد يوصل حالها. جميل. لذلك أنت تستخدم كتباتش، يعتمد هل تنسب العمل كله لك أنت، هل مثلا تقول أنا سويت هذا 3D models، ولا مثلا أنت تقول أنه أنا فقط سويت كعمل فني. وبما انهم اصلا في بعض الاشياء معروضه للبيع، ف it's legal to use، يعني عادي استخدم اي شيء. فعلا فعلا كلامك صحيح. ما ادري اذا تعرفه ولا لا، الفنان اسمه بيبل، هو امريكي وكان يعني تقريبا صار له اذا ما كنت غلطان صار له 8 سنين كل يوم يسوي عمل. اوكي. طيب. وقبل فترة يعني هو جاب أعلى أرباح في الـ NFT، يعني طلع بما إذا ما كنت غلطان طلع بشيء 60 يعني 6 مليون أو 16 مليون ناسي، طلع برقم ضخم جدا. زين. فأنا لما كنت أشوف أعمال لأنه يسويه بشكل يومي كنت أول ما بدأت كنت أستغرب أنه كيف يسوي كل يوم، كيف يسوي. ولكن في النهاية هو فعلا هو كان يتكلم يقول أنا فنان أوصل فكرة، أوصل الفكره اللي في بالي، فما يعني ما يحتاج اجيب المودلز وخلص. انا قاعد في النهايه قاعد اسوي صوره فنيه، ما انا قاعد اثبت قدراتي اللي هو التقنيه. طبعا طبعا. يعني اعطيك مثال، انا سويت هذا العمل. جميل. اوكي. لو انا مثلا رحت انا عشان اسوي عشان اوصل لهذه الصوره، فاروح اعمل موديلنج لتمثال الحريه، اروح اعمل موديلنج لهذا الجزء. فعلا. وراح مثلا ما راح اخلص اصلا، يعني راح استنزف كل وقتي على اساس انه اعمل هذا المودلز. فعلا. ايوه. فما راح يكون ابدا عملي الموضوع هذا.
فعلا فعلا. في شيء جذبني في رحلتك منير، ان انت يعني لو نحسب عدد السنوات، يعني اتكلم عدد سنواتك الفنيه يعني من يوم كنت في عمر صغير جدا والى يومك زين، في بعض الناس نشوفهم، بما ان انا اساسا في الكوميونيتيز ال 3D، اشوف بعض الناس اللي يدخلون في هذا المجال لمده سنه او سنه وشوي ويستسلمون بسرعه زين، او يستسلمون، يجي لهم احباط، يجي لهم حزن، العصبيه، هذه كلها الشغلات هذه. فانت في رحلتك هل مررت بمرحله الاحباط او مرحله الاستسلام؟ وحتى لو مررت، كيف ممكن تتعامل مع هالشغلات هذه؟ والله كثير كثير، يعني مرحله الاحباط وانك انت خلاص تترك هذا المجال امر فيها بشكل كبير خاصه في البدايات، لكن بعدين صار بالنسبه لي طبيعي يعني هذا الموضوع، وما اصبحت كثير اهتم يعني انه محبط، وانه مثلا ما قادر اوصل لنتيجه معينه. فهذا الموضوع، هذا الموضوع طبيعي جدا يصير، ما في اي اشكاليه، بس اهم شيء الواحد ما يستسلم وما يرجع للخلف ابدا. دامك انك قطعت مشوار ووصلت لنتيجه معينه، خلاص لا ترجع ابدا للوراء وفكر في للامام. احيانا في يصير مثلا ارت بلوك، انك انت مثلا ما عندك اي امكانيه انك تعمل اي عمل جديد مثلا، او ما عندك افكار، او ما عندك اشياء معينه. انت حاول تستخدم بعض التكنيكس، يعني هيلثي مثلا تكنيكس، عشان انه يعني تساعدك في الوصول للعمل. جميل. لعمل معين، يعني مثلا غير المكان اللي انت جالس فيه، استخدم مثلا التكنيكس الخاصه مثلا بالرسم مثلا. على سبيل المثال، احيانا انت عندك عمل فني بس ما قادر، او مثلا عندك عمل 3D بس ما قادر تعمل توازن بالنسبه للالوان، او مثلا الإضاءة والتلوين، استخدم أسلوب الرسم مثلا. وأنا تقريبا 99% من أعمالي أتبع في هذا الأسلوب. جميل. اللي هو يعني أعمل رف رندرينج عن طريق الـ 3D، بعدين أروح لبرامج الرسم مثلا فوتوشوب ولا كليب ستوديو بينت، وأبدأ أرسم التفاصيل الخاصة بالعمل هذا، وبعدها أرجع مرة ثانية للـ 3D وأكملها. فهذه ساعدني انه انا يعني اول شيء اخرج من نطاق الياس، وانه العمل ما يطلع ممتاز، ويخليني اكثر يعني في المود. خليني اعطيك مثال جدا بسيط. جميل. هذا احد المشاريع اللي يعني بيرسونال بروجكت. جميل. فانا اعمل رندرنج لستيل ايمج. زين، بس الحين مش موصل عندي لوحه الرسم، ارسم بالماوس العادي، لكن اخذ لي يعني صوره مثل هذه، وابدا اسوي بينت اوفر، يعني ارسم في الرسمه هذا، اشوف كيف ممكن مثلا اتخلص من الكتل اللي مثلا اريدها تكون يعني واضحه. طبعا راح يكون الرسم بالماوس تعب شويه، لكن هذا التمرين جدا مفيد، انك انت يعني كل عمل فني ما تستعجل مثلا في 3D، راح ان النتيجه ما راح توصل لها بسرعه، ممكن تستخدم الاسلوب هذا ترسم فيها. وبعدها تروح تعمل بروجكشن داخل في 3D، يعني تعيد تصميم هذا الشيء كامل في 3D. 90% من العمل انا اسويه بالطريقه هذه، وهذا اللي ساعدني انه اضبط الاضاءه واضبط الالوان واضبط يعني كل شيء. جميل. بمعنى انك يعني اللي افهم من كلامك الحين، موضوع انك تستكشف دائما انك تحاول انك تستكشف اشياء جديده. بالضبط. هي كلمه، انا قبل كم يوم كنت اتكلم مع 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 زوجتي ان موضوع اللي يفرق الفنان التقني والفنان والفنان اللي عنده حس فني هو موضوع الاستكشاف. انا لاحظ يعني هذه الشغله صحيح فعلا، الحين وانا اتكلم معك قمت الاحظ نمط معين الناس اللي تستخدم كلمه استكشاف. احنا حبيت ان استكشف الشغله الفلانيه، استكشف الشغله الفلانيه، يعطينا تشوف اعمال فنيه فيها معنى كبير جدا. يعني انا واحد من الشغلات اللي بالنسبه لي كمشكله واجهتها هو موضوع ان صرت تقني بحت، وصلت الى مرحله تقنيه البحث الممله يعني.
أيوة. فموضوع الاستكشاف جدا يعني هذا توني بديت أطوره بعد ما وصلت إلى مرحلة أن فعلا قمت أحس بالإحباط يعني، واكتشفت فعلا أن أنا صاير تقني أكثر ما أن أنا فني يعني. بالضبط، ربما من الأشياء اللي يعني تخليك تقني جدا اللي تهتم بالأشياء الخاصة مثلا ب كل ما أنت أعطيت نفسك حرية في استخدام يعني أدوات عملية، إذا هدفك الرئيسي اللي هو العمل الفني راح تبتعد عن الجانب التقني بشكل عام. فعلا يعني إذا أنا هدف الرئيسي إنه أطلع بعمل فني معين راح استخدم يعني التقنيات أسرع بالنسبة لي للتنفيذ وعمليات أفضل بحيث إنه أوصل للعمل الفني. يعني مثلا شوف هذا العمل عبارة عن رندر سريع لمشهد 3D، عندي المشهد الموجود لكن أريد أوصل لي يعني لتفاصيل أكثر في العمل هذا. جميل، لأن بدل ما أروح مثلا أستعين بكونسبت آرتست أنا ممكن بنفسي أعمل كونسبت وأطلع بالنتيجة يعني اللي أريدها. فنحاول بقدر الإمكان نبتعد عن الأمور التقنية اللي تعطينا ليميتيشن ونهتم بالجانب الفني الآرتستيك. جميل جميل. أنت هذا السؤال النقطة كنت كاتبينها هنا زين، موضوع المقابلات احنا عرجنا عليها على خفيف بس حاب افصل فيها زين. انت لانك زي ما قلت في الاستديو تسوي مقابلات، وقلت سالتك قبل شوي عن المعايير زين، انت ذكرت قبل شوي انت قلت انك بيجي لك انيميترز وبيجي لك كونسبت ارتست وبيجي لك 3D مودلرز. ايوه زين، ف كل واحد فيهم يعني مثلا لما يجي كونسبت ارتست وش تركز عليه؟ الكونسبت ارتست اكثر اركز عليه الافكار. الكونسبت يعني ايش هو الكونسبت، لان وبالعكس انا اشوف الكونسبت ارتست من الوظائف الحساسه جدا، يعني انك انت تريد اشخاص عندهم خيال جدا ممتاز تريده يقدر يعطيك نتيجه ما حد وصل لها قبل. زين، ايضا اشوف اللي هو الفيجوال لايبرري اللي عنده داخل عقله، هل عنده مكتبه فنيه واسعه ولا عباره عن شخص يعني يقلد اعمال الاخرين. فكل هذه الاشياء يعني مهمه بالنسبه لي للتقييم اللي هو الكونسبت ارتست. زين، فاحط كل هذه الاشياء في الاعتبار. في حال ايضا اذا كان انيميتر ايضا اشوف مدى ادراكه للبرنسبلز تبع الانيميشن. وايضا من ضمن الاشياء الرئيسيه جدا بالنسبه لي مدى امكانيه تطور هذا الشخص، هل فعلا راح يتطور بعد فتره ولا تحسه انه خلاص يعني وهذا راح يبين من خلال المقابلات، يعني تقدر تعرف هذه التفاصيل. جميل جميل جميل. انت أيوة. شغلت فيديوين لفته نظري. ايوه تقدر تشغله. اي هذا انا كنت بوريك اللي هو كيف احنا ممكن مثلا احيانا تصير عندي ورطه اعمل انيميشن معين لكن ما عندي كونسبت، لانه مثلا بيرسونال بروجكت يعني ما يكون يشتغل في تيم، عندي مثلا كونسبت ارتست وعندي مثلا واحد يعمل لك اللاي اوت، كله يعني بيرسونال ورك. فانا ايش اسوي؟ اخذ لي سكرين شوت من الشاشه اوكي واروح في برامج ال2 دي وابدا ارسم فوق يعني بينت اوفر. اه جميل، هذا الصوره وراح انا ابدا ارسم فيها وراح مثلا اعزز الاماكن اللي في الاضاءه، ودائما اخلي الصوره صغيره يعني اشوف هل التكوين ممتاز، هل مثلا من بعد انت تقدر تشوف الرسمه بشكل واضح. و 90% في هذه المرحله انا عيني في هذه الشاشه الصغيره، شايف هذا اللي هنا على اليمين. جميل، دائما اشوف انا هذه الثامبنيل غالبا اخليها حتى اصغر من هذا، لانه هنا اريد انا اشوف اللايت بالانس، هل اللايت فعلا مضبوط، هل عندي الاضاءه ممتازه. الحين مثلا انا اشوف الشخصيه هنا يعني فيري فلات، مسطحه جدا يعني، فاحتاج اريد اضيف فيها مثلا اضاءات اكثر. جميل، على الوجنه مثلا محتاج انه يكون شويه اضاءه، محتاج شويه انه يكون في كانه ريم لايت يعني عندي من الصوب باك لايت من الصوب. جميل جميل. فهذا الفيديوهات انا عملهن
بين فترة ثانية أعمل بعض الفيديوهات، وبعدين أشتغل بالطريقة هذه إنه أبدأ أتخيل كيف شكل الملابس وكيف شكل المسلوب. جميل. هذا نشرته ولا بس لسه بعدك ما تنشره؟ personal project. من الصور أحس القصة interesting. قصة حلوة زين. يعني إحنا إحنا مرينا من مكتبة، بعدين وصلنا إلى مكان صاير زي الساي فاي، بعدين الحين وصلنا إلى هنا. أيوة صح صح بالضبط. طيب هو لأن بعض المشاهد ما فيه الملابس، يعني عشان المشاهدين ربما هو أنت تضيفهم بعدين يعني ولا؟ ولا بس يعني هذه مثلا دي المشاريع انك تسويها فقط لمجرد يعني ما يكون في بالك انك تنشرها، فقط انك تستمتع وانت تسويها. احيانا مثلا اتعلم شيء معين، واحيانا مثلا يعني على اساس انه اتعلم مثلا الاضاءه او الانيميشن او اشياء مثل هذه. والكلوثينج يكون اخر شيء، يعني الملابس بعد ما اخلص الشغل ابدا عاد في الكلوث سيميليشن، لانه في اي لحظه ممكن انا اغير الحركه. جميل. فهذا يكون بيرسونال بروجكت، بس بياخذ وقت جدا جدا طويل، يعني مش حاجه بطيئه يعني. جميل. هذا برضو بيرسونال بروجكت اشتغلت عليه؟ هو نفس البروجكت هذا، نفسه. هي تقريبا 7 دقائق. هذا مثلا يعني 7 دقائق زي كذا كم ياخذ منك؟ لما يكون عندك الكلاينت طبعا يختلف، يعني الكلاينت معناه انت عندك ديدلاين ولازم تلتزم بالديدلاين هذا. بس لما يكون عندك مثلا بيرسونال بروجكت ما عندك ديدلاين، اي وقت يعني ياخذ سنوات. بالنسبه لي ياخذ سنوات طويله يعني. جميل جميل. هو يعني فعلا منير انك فيه على قولتهم اساسيات فنيه تخلطها في نفس العمل. يعني انت الحين تتكلم عن اضاءه، كومبوزيشن، كلر، ستوري بورد، كونسبت، اشياء كثيره. وهذه الشغلات كثير من الناس ممكن يستهينون فيها، ان انهم يعتقدون ان ممكن ان يكونون يحصلون دي المهارات في وقت قصير، ولكن احنا نتكلم عن سنوات طويله من التجربه والعمل يعني. بالضبط. اذا الارتست ما عنده البرنسبلز، انا في رايي بيكون يعني راح يواجه صعوبه كبيره، اللي هي يعني تشوف عمل فني متكامل في من ناحيه الاضاءه، من ناحيه التكوين نفسه، من ناحيه مثلا يعني برنسبلز الخاصه مثلا عندك اللي هو الايكو داخل في العمل الفني، الاشياء اللي متكرره عندك مثلا سكيلينج، يعني حتى الامور التقنيه جدا مهمه في انك انت تنتج عمل يكون فعلا عمل جذاب. صحيح فعلا. ضروري جدا دراسه البرنسبلز يعني الخاصه بالاعمال الفنيه. فعلا فعلا. هو الفكره في وين؟ انا واحد من الشغلات اللي دائما افكر فيها موضوع الوقت. لان في كثير انا اتكلم لك عن شغلات انا مرت فيها والاشياء والناس اللي عارفهم مروا فيها. لما يجيك واحد يسألك يقول طيب أنا كم أحتاج وقت حق أوصل إلى مستوى جيد يعني؟ فأنت لما أنت ما تبي تصدمه زي، بس في نفس الوقت بتعطيه تكون واقعي وياه. أيوة. ففي العادة يعني أنت في نظرك يعني هو يعتمد على الشخص نفسه، بس أنت في وجهة نظرك لو واحد جا قال لك هالكلام وش بتقول له؟ أنا كم أحتاج وقت؟ هو شوف اللي حاب يتعلم شيء راح يتعلمه. سواء كان ياخذ وقت طويل او قصير. جميل. ما في وقت معين، يعني مثلا اقول لك انه بعد 5 اشهر انت راح تتعلم. جميل. هذا 2D انيميشن جرافيك. ويعتمد ايضا حسب سرعه الشخص في التعلم، يعني بعض الاشخاص يتعلموا بسرعه وبعض الاشخاص بطيئين في التعلم، بعض الاشخاص يحتاج لهم مثلا تكنيكس عشان يتعلموا، بعضهم لا. فيعتمد حسب كل شخص وحسب يعني امكانياته. جميل. ما في يعني إجابة سريعة لعمل هذا. جميل جميل. طيب سؤال الحين بالنسبة لك كتنظيم وقت، لأنك أنت أساسا تشتغل عندك ماسك الاستديو وعندك أشغال يعني شغل يعني البرسونال بروجكت اللي تسويها وعندك التزامات، هل في طريقة معينة تنظم وقتك ولا؟
طبعا البرايورتي هو الأولوية القصوى تكون لأعمال العملاء. جميل. إذا عندنا كلاينت معين وفي عنده بروجكت لازم طبعا نعطيه الأولوية، بس المشاريع الشخصية نستخدمهم أحيانا يعني أنا شخصيا أستخدم الأعمال الشخصية للتخفيف من الضغط. جميل جميل. من الضغط النفسي أحيانا. جميل. لما مثلا يكون عندي مثلا ما قادر أوصل لنتيجة معينة، فأضطر أن أروح أرسم شيء معين بحيث أنه أتخلص من الضغط هذا. فالرسم علشان كذا أنا ما أنشر أعمال كثيرة لأنه أصبحت جدا مشغول وما صار عندي وقت هائل، يعني بحيث أنه يعني أطلع بأعمال جديدة. فتقسيم الوقت يعتمد حسب إيش الأشياء الرئيسية اللي أنت عندك. والرسومات أحيانا يعني تساعدني أنه أركز على العمل وأيضا أطلع من المود، مثل ما احنا ذكرنا قبل شويه انه كيف انا مثلا يعني اقدر انه اجدد في الاعمال. يعني لما مثلا اشتغل على مشروع انيميشن بعدين حصلت نفسي ما قادر اكمل العمل هذا وما عندي افكار جديده، فاوقف العمل هذا اسوي لاي عمل ثاني مختلف بمود مختلف مثلا باسلوب مختلف بحيث انه يعني اطلع من الروتين التقليدي. جميل جميل. ايوه يعني مثلا انا ارسم اشياء مثل هذه، لما يصير عندي ارت بلوك انا اكون مثلا ما قادر اطلع بعمل جديد، فارسم مثل هذه الاشياء يعني كسكتشز وبعدين ارجع اكملها لما اكون فاضي. طبعا هذه كلها بالنسبه لك، يعني هل اقدر اسميك بالاضافه، هل اقدر اسميك كونسبت ارتست بعد؟ انا ارسم كونسبت. ايوه ارسم كونسبت ارت. جميل. لان اشوف يعني انا اتخيل دي بعض الرسمات التودي اللي رويتني اياها الحين، انا اتخيلها في الثري دي كافكار جدا ممتازه، كافكار جدا ممتازه. ايوه احيانا انا اسوي العكس مثل ما ذكرت لك قبل شوي. خليني اوريك مشهد سريع. مثلا عندي هذا السين. جميل. اوكي فانا اعمل سكرين شوت واروح يعني ارسم المشهد مره ثانيه. زين اروح لداخل البرامج مثلا فوتوشوب ولا اي برنامج ثاني ولا كليب ستوديو بينت، واعيد رسم هذا المشهد بحيث لانه في 2 دي انا بالنسبه لي عندي اكثر حريه. جميل. اقدر اتحكم بالالوان بشكل سريع، بالاضاءه، بالتكوين بشكل عام. ارسم لي الكونسبت بعدين ارجع مره ثانيه اعملهم في 3 دي، واحيانا العكس، احيانا ابدا من ال 2 دي وبعدين انتقل حال 3 دي. جميل. يعني انا اللي اشوف عندك مع الوقت تطور عندك زي البيرسونال بايبلاين، خلاص انت صاير عندك زي الورك فلو معين خاص فيك انت يعني. بالضبط. ايوه جميل صراحه. ارتست هل يستخدموا نفس الاسلوب ولا لا؟ بس يعني انا شخصيا اعمل بالطريقه هذه، اعمل بلوكينج عن طريق 3 دي بعدين بدل ما اضيع وقتي اجرب التكتشرز واجرب الاشياء هذه اروح اعمل ك2 دي كونسبت وارجع اسويهم ك3 دي. احيانا لما يكون نشتغل كفريق كشركه نبدا بالكونسبت. جميل. نبدا بالكونسبت وبعدين نطورهم ك3 دي. جميل. انا يعني انا مهتم صراحه في موضوع ال2 دي بالنسبه لك، لان فيه مثلا لما طالع في واحد من اعمالك في 2 دي في شغلات زي الشيب لانجويج، الكومبوزيشن، الكلر وهذه الشغلات كلها. فانت زي ما قلت انك تسوي الكومبوزيشن في 3 دي، تاخذ سكرين شوت بعض الاحيان وتجي في 2 دي وتعيد رسمها، صح؟ أيه. ف يعني صراحه هذه الاعمال ما نشرتها، صح؟ انا ما انتبهت انها موجوده في الانستغرام على الاقل. حتى هذا العمل اصلا مش جاهزه يعني. ما شاء الله. أول مرة حديث. أو يعني حصرية. يعني أنا عندي طبع سيء جدا. إذا نشرت أي عمل بعدين ما أقدر أكمل العمل هذا. يعني لو أنا مثلا عرضت هذا العمل في، حتى لو كتبت فيه WIP اللي هو ال Work in Progress، بعدين نفسيا ما أتقبل إنه أنشر هذا العمل. ما أعرف ليش المشكلة اللي عندي. انا ممكن اتخيل ان عندك الحين عشرات الاعمال، مئات مئات.
كانت من الأعمال اللي هي جاهزة أصلاً أوريدي، لكن أكملهم، مو أقول لك أنا توقفت عنهم، أكملهم للأمانة. لما مثلاً عندي ضغط عمل مثلاً وما عندي أفكار جديدة، فأروح أنا أكمل الأعمال هذه وهكذا يعني. على حسب المزاج. حسب المزاج أيوة، بس ما أعطيهم الأولوية الكبيرة. أنا دائماً أحب مثلاً إنه أرجع للعمل بعد فترة. يعني مثلاً هذا العمل متوقف عنه من فترة طويلة، الحين لما رجعت أشوفه أقول أوكي ممكن مثلاً أسوي بعض الأشياء اللي هي الجميلة يعني في العمل مثل هذا. وأنا دائماً أبدأ بالألوان أول شيء، يعني أحب أعمل ألوان كذا جذابة وحلوة، وبعدها عاد أبدأ في إضافة التفاصيل. يعني I don't care about كيف الشكل اللي الحين ظهر عندي وإيش هو أصلاً، إيش هذه الفكرة بالتحديد، ما مهم بالنسبة لي الموضوع، بقدر ما مهم إنه أعمل ألوان يعني جميلة. جميل جميل صراحة، جداً جميل. في شغله ممكن ان يعني احنا ذكرناها قبل البودكاست، موضوع الموسيقى اتفاجأتني فيه صراحه. اوكي ف متى تعلمت، كيف تعلمت، ليش تعلمت؟ والله بالصدفه. صدفه ما شاء الله ما شاء الله. كيف قبل ادخل في القصه، الحين انا بكمل هذه الرسمه بشكل سريع. جميل، بس حط بالك انا الحين استخدم الماوس، يعني ما عندي لوحه رسم قريبه، اذا وصلتها يمكن بتاخذ وقت شويه، بس ارسم بالماوس، بس على الاقل بدل ما نشوف شاشه ثابته ممكن نشوف شيء وانا اثناء ما ارسم. ما عندك مشكله، ما عندك مشكله. فالله يسلم حالك. موضوع الموسيقى كان من فتره طويله جدا، احد من الاخوه كان يريد يعمل يعني يريد يجيب أستاذ متخصص لعمل ورشة في يعني في تعلم مقامات الصوت. جميل. فهو وجد 9 أشخاص يعني لحضور الورشة هذه. فكان هو يريد شخص آخر، لأن المدرب يعني اشترط إنه لازم يكون في 10 أشخاص. ما أعرف ليش يعني. طيب. فهذاك الشخص اتصل فيني قال لي ايش رايك تنضم معنا لتعلم المقامات؟ قلت له ما عندي يعني رغبه في تعلم المقامات. جميل. قال انت تعال معنا، وايضا احنا نريد مبلغ اللي راح تدفعه عشان المدرب هو يريد. تعال وجيب فلوسك. ايوه باختصار. جميل. فقلت له اوكي ما عندي مشكله، يلا انا بحضر الكورس هذا، بس راح اقول له يعني قلت له ما راح اكون شخص فاعل، يعني فقط اكون عضو غير فاعل، وفقط احضر الورشه على اساس انه نرضيكم يعني. قال زين ما في اشكاليه. جميل. ففعلا بدا الكورس وحضرنا، المدرب كان عراقي، ف كان يعطينا تمرين انه كل واحد لازم يعني يغني بطريقه معينه. جميل. وهو كان يقيم يعني الغناء هذا. فبدات فعلا انا يعني اغني، وكنت اغني بطبقه صوت عاليه. جميل. فهو شد انتباهه هذا الموضوع، فكان يخبر الاشخاص اللي كانوا معاه اللي كانوا يوصلوه بالسياره، يقول يا اخي هذاك الشاب اللي كان يجلس على الزاويه يعني يعجبني صوته. جميل. وأحس إنه راح يتطور بعد فترة يعني. فهم قالوا له ليش ما تكلم الشخص بنفسه؟ قال أنا ما أريد أقوله أمام الآخرين عشان ما يحسوا بإنه أنا يعني أفضل شخص عن الآخر. فهم قالوا له أوكي ليش إذا ما تطلب منه إنه هو يوصلك بالسيارة وتكلمه في الطريق؟ فقالوا أوكي فكرة طيبة. جميل. يعني طلب مني انه اوصله انا، قلت له اوكي ما عندي مشكله. فوصلته بالسياره، فلما كنا في الطريق كان يقول لي انه حبيت يعني صوتك وحبيت انك يعني تستمر في المجال هذا. قلت له يعني الرغبه الكثيره انه ادخل في المجال هذا، وخبرته السبب يعني دخولي. قال بس عندك امكانيات حلوه، ممكن بامكانك يعني تدخل في مجال يعني الموسيقى والغناء. قلت له زين ما عندي مشكله. جميل. ما كان هو يعرف انه اصلا انا ارسم، يعني انا مهتم بالرسم وعندي هذا الاهتمام. فبدا يعلمني، هو علمني المقامات بشكل متعمق.
جميل. وعلمني ايضا العزف، كيف انا يعني ممكن اعزف وكيف ممكن يعني انمي الذوق الفني بالنسبه للموسيقى، كيف اتذوق انا الموسيقى بشكل عام، وايش هي التون، يعني ايش تعريف التون مثلا، ايش تعريف العرب، احنا هاي يسموها العرب في الموسيقى، وكيف تقدر تتحكم في العرب، لانه كان لما يسمعني كان يقول لي انا اللي شد انتباهي انه عندك عرب كبيره جدا وتقدر تتحكم فيها بكل سهوله. جميل. قلت له ايش يعني العرب وايش يعني هذا الموضوع كله، فكان يشرح لي يعني مسكين. طيب. فتقريبا يعني اكثر من 4 سنوات هو يعلمني هذا الموضوع بدون اي مقابل، يعني كله فور فري. جميل. فطبعا انا يعني ما زلت اشكر له يعني جهده هذا الاستاذ، وما قصر الامانه يعني بعد ما يعني علمني قواعد الموسيقى والعزف، وبدات فعلا اعزف وبدات يعني انتج بعض المقطوعات الموسيقيه. فتره طويله اشتريت طبعا يعني اله العزف اهتميت، بس ما كان اهتمامي الرئيسي، يعني اهتمامي الرئيسي في مجال الرسم يعني بشكل عام. جميل جميل. هو كان مسكين يعني يتأمل انه انا خلاص انا اصلا وما كنت ابدا اخبره انه اصلا انا مهتم بالرسم، ولا كان يعني يعرف هذا الشيء لفترة طويلة. جميل. بعدها كنا احنا معزومين ل يعني لعمل لحفلة معينة، وفي الحفلة هذيك انا عرضت الانيميشن اللي خبرتك عنه، اللي هو يعني كان اول انيميشن انا اسويه. جميل. فهو قال انت ايش وظيفتك في العمل هذا؟ قلت له انا اللي سويت التحريك، انا رسمت الشخصيات ولونتهم كذا. قال لي معقول انه كل هذه السنوات وانت ما خبرتني انك انت عندك هذا الاهتمام؟ طيب. قال هو انزعج، يعني انه هو كان عنده كان يحاول يحاول مسكين، بس ما صار عندي الاهتمام هذا. بس غريب انك ما قلت له صراحه. غريبه انك ما قلت له يعني، او ما اهتميت انك تقول له. ما اهتميت كثير ان اقول له، كنت ممكن يكون مفاجاه يعني بالنسبه له هو. ايوه. وفعلا انا حبيت يعني بشكل عام الجانب الموسيقي، وبالعكس انا حسيته راح يساعدني اكثر في بناء الاستوديو، لانه كنت تعمقت في الموسيقى، كل ما سهل بالنسبه لي مثلا لما نالف موسيقى للافلام مثلا، ولما مثلا يعني لما يقول مثلا الاشخاص المهتمين بالغناء والموسيقى راح اكون فاهم انا ايش الاشياء اللي يسووها، راح اكون فاهم في نبره الصوت، راح اكون فاهم في مثلا في موضوع المقام، اعرف اذا صار في نشاز مثلا او خرج عن التون. فها يعني هذه الاشياء ساعدتني، بالاضافه ايضا اني كنت اكتب قصائد واكتب شعر، فايضا ساعدني ان اساعد الاصدقاء اللي كانوا يغنوا القصائد اللي اكتبها انهم يضبطوا الالحان تبعها. جميل. وهذا المزيج يعني ساعدني بشكل كبير انه يعني اسوي الاشياء اللي فعلا كنت يعني مهووس بتنفيذها. جميل جميل. هي فعلا قصه مثيره اهتمام، ان زي ما قلت لك قبل شوي انك موضوع انك تستكشف، فيعني قد يكون صدفة ولكن استكشفت هالموضوع أيضا يعني، فشيء جدا جميل. وهذا أتوقع واحد من الشغلات اللي طورت الحس الفني اللي عندك حاليا، يعني جميع يعني كل هذه الشغلات اللي تكلمنا عنها ولا واحدة منهم كانت مضيعة، إلا أنها أساسا كانت أشياء ساعدتك في رحلتك أنت. فهذا شيء جدا ممتاز، وأنا بالعكس أنا أحب هالنوع من القصص لأنه فعلا يلهمني، يعني أنه أن الواحد إذا استكشف شيء جديد ما هو مضيع للوقت أبدا، بل أنه راح يضيف له ويضيف له أعماله وراح يطلع عليها بعدين يعني. طبعا هذا كله نوع من الاستثمار، أنت تستثمر في طاقاتك، فعلا. عندك طاقة معينة أنت تريد تستثمر هذه الطاقة وتتعلم شيء جديد ممكن يساعدك في المستقبل، فالعكس تعلم أي شيء ممكن يعني يضيف لك. جميل فعلا. طيب في شغله احنا قلناها قبل البودكاست، وانت انت انت ما تكلمت عنها في ولا مكان. زين. اوكي. موضوع الهوليوود.
اوكي تكلمت عنه شويه، مش كثير يعني. على الاقل ما انتبهت انه ده، بس هل يعني فاجاتني فيه. هل تقدر تقول لي قصه هوليوود باختصار؟ هم يعني بعد ما انا بدات انشر بعض الاعمال جاني ريكويست من جهه معينه، وصل لي ايميل انه احنا شفنا يعني بعض الاعمال اللي انت تسويها، واحنا نريد يعني نشتغل معاك في انتاج بعض الاعمال لهوليوود. فانا قلت هذا مستحيل يعني يكون ايميل يعني حقيقي، اكيد هذا راح يكون فيك ايميل يعني. جميل. اللي خلاني افكر بالطريقه هذه انه انا ما زلت في بدايه مشواري، والعمل مع هوليوود يعتبر شيء يعني شيء ضخم يعني. فعلا. ولو كان عمل بسيط، بس الامانه انك يعني تفكر في موضوع مثل هذا يعتبر شيء كبير، وانا ما زلت في البدايات. فعلا. قلت لهم انه انا تجاهلت الايميل، ما ردت على الايميل نهائيا. فبعدها وصلني ايميل ثاني لنفس الموضوع، وايضا نفس الشيء تجاهلت الايميل. طيب. بعدين وصلني ايميل من الوليد بن طلال طيب. قالوا انه في انت حصلت على جائزة عبارة عن 200 مليون او شيء كذا، وارسلنا رقم اللي هو رقم حسابك مع الباسورد عشان نعطيك الجائزة هذه. طيب. انا طبعا حطيت ثلاث ايميلات في نفس الكاتيجوري اللي هو فيك ايميلز، طبعا الاخير كان فيك، فعلا مستحيل طلال راح يرسل لي ايميل. طيب. ففعلا يعني تجاهلت انا الايميلز وما ردت عليهم. قلت انا من انا عشان يعني يجيني طلب من هوليوود عشان اشتغل معاهم يعني. فتجاهلت الايميلز. وصلتني رساله من نفس الاشخاص في الانستغرام يقولوا ان احنا يعني رسلنا لك ايميلز وما رديت علينا، فنريد نشوف رايك هل فعلا تريد تشتغل معنا او لا. جميل. سالتهم انا سؤالين. السؤال الاول كان يعني كيف وصلتوا لي، طبعا هذا كان اهم شيء، سؤال بالنسبه لي. والسؤال الثاني ليش انا بالذات، يعني دائما انكم انتم في هوليوود، يعني هل معقوله انتم تجيبوا واحد مش معروف ولا حد يعرف عنه اي شيء وعايش في منطقه يعني مبهمه؟ جميل. فقالوا احنا بالنسبه لي السؤال الاول احنا عرفناك عن طريق زياره دار الاوبرا، هم جو عندنا دار الاوبرا في عمان. فهم سالوا هل في اشخاص هنا يشتغلوا في مجال الانيميشن، فقالوا لهم انه في واحد اسمه منير بين فتره والثانيه ينشر بعض الاعمال ويختفي. طيب. فهو اللي نعرفه اللي يشتغل في هذا المجال. جميل. يقول احنا بدأنا فعلا نتابع اعمالك من هذه السنه اللي فعلا يعني زرنا فيها الاوبرا، وبداوا يتابعوا نشاطي في الانستغرام وفي في الفيسبوك. جميل. انا توقفت عن الفيسبوك وانتقلت للانستغرام، فايضا هم بداوا يتابعوني هناك، فشافوا انه في بعض الاعمال بديت انشرها فيها انيميشن وفيها اللي هو الجرافيكس يعني بشكل عام، بس اعمال قليله. وهم كانوا يشد انتباههم اكثر موضوع الرسم، يعني مثل هذا الرسومات. قلت لهم زين اوكي ليش انا بالذات يعني. فقالوا اللي هو الستايل اللي انت تعمله اللي هو فيه الميدل ايسترن فليفر، او يعني الطعم او اللمسه الشرق اوسطيه، وكان يقصدوا اللي هي العمل اللي وريتك اياه قبل شويه اللي 3 دي انيميشن اللي هو الصخره واللي فيها الماي تحت، هذه الدكتور اللي جاي. ايه. طيب. فقالوا احنا حبينا هذا ستايل اللي انت سويته، فنريد نشتغل معاك في انتاج عمل معين. بس انا ما كنت مقتنع انهم فعلا اشخاص حقيقيين، يعني قلت يمكن هذا يعني فيك بيبل. جميل. فانا سالت احد من اصدقائي يبحث ويشوف هل هذول اشخاص فعلا حقيقيين، وفعلا قال لي ايوه اشخاص حقيقيين وعندهم اكاونتس وعندهم ايضا قنوات وكذا. فبعدها بدات فعلا اشتغل معاهم
استمرينا في الإنتاج لفترة يعني فترة طويلة. هو عمل بيعرض في نتفليكس ما شاء لاحقا الله ما شاء الله ما شاء الله بسبب أزمة كورونا والأشياء اللي صارت ونتمنى نرجع للعمل يعني في أقرب فرصة. لا جميل صراحة جميل وتجربة جدا ممتازة. وفعلا موضوع أنك تشك في الإيميل يعني هذه المواضيع فعلا موجودة يعني، بس الحمد لله أنهم يعني أصروا وجو كلموك يعني. بالضبط بإمكانهم يحصلوا على أشخاص من مختلف دول العالم يعني، مش بالضروري أنا يعني، ومش أنا من الأشخاص اللي مثلا مميزين حيث أعمالهم. أنا أحس أعمالي عادية جدا، بس أحيانا عندهم رغبة وحبوا أنه فعلا يشتغلوا معه. فعلا فعلا هو صراحة منير أنا يعني كلامي معاك الحين فتح لي آفاق كثيرة يعني وأفكار كثيرة. أنا أحب هالنوع من الحوارات لأن يعني نخلط بين الفن والأشياء الفنية والأشياء التقنية، نتكلم عن زي ما تقول كيف أسميها المصاعب اللي تواجه الفنان، القصة نفسها، الأشياء اللي تلهمك. هذه من المحادثات اللي أنا فعلا أندمج فيها وفعلا سعيد أن أنا كلمتك، ويعني ما تتخيل قد وين أنا فرحان وسعيد ومستمتع بالمحادثة اللي احنا قاعد نخوضها الحين. في سؤال دائما دائما أحب أختم فيه، وهذا توقع بيكون العلامة التجارية حق البودكاست عندي. السؤال هو أن وش نصيحتك لنفسك في خلال رحلتك هذه أو أول ما بدأت؟ فتقدر تقول لي وش نصيحتك لنفسك؟ نصيحتي باختصار keep learning، بس استمر في التعلم يعني الشيء الوحيد اللي ممكن أقوله حاليا. جميل. ونصيحتك لأول لنفسك أول ما بدأت، لما تطالع في نفسك الحين وتشوف نفسك أول ما بدأت، أوكي وش ممكن تقول لنفسك؟ نفس النصيحة. جميل. أيوة فعلا، طالما استمريت في التعلم راح تنفتح لك آفاق ما كانت تخطر على بالك نهائيا. أنا شخصيا ما فكرت في المادة، جميل، ما فكرت في الربح، ما فكرت حتى في المنصب، ولا فكرت في أشياء كثيرة. جميل. أنا استمتع بالعمل هذا يعني. انا لما ارسم رسمه معينه، الحين انا ارسم بالماوس يعني، تخيل انت رجعتني الحين لكم سنه في الخلف. بس يا اخي احس بنفس المتعه اللي كنت ارسمها سابقا يعني، لما يعني ترسم وتحس انك تريد توصل لنتيجه معينه. صح الادوات ربما شويه صعبه، يعني عندك هدف معين وتريد تشوف العمل هذا يعني. شغفي انه انا اشوف العمل هذا بعد ما يتكامل بحد ذاته يعتبر يعني شيء كبير يعني. فدائما دائما دائما نستمر في البحث ونستمر في التعلم، ربما من الأشياء اللي مهمة جدا في يعني في هذا المجال، إنه الواحد يتعلمها وإنه الواحد يصر عليها، دائما يتعلم أشياء جديدة وما يمنع مهما صار الوقت يعني مهما مشت علينا الأيام. ما نقول إن وصلنا لمرحلة معينة، بالعكس نحب دائما نتعلم أشياء جديدة ونكتشف مغامرات ونغير من أسلوبنا ونحاول نطور بشكل عام يعني. فعلا فعلا كلامك جميل صراحة، وفعلا جميل، وما تدري قد وين فعلا منير أنا استمتعت في المحادثة هذه، وفعلا أشكرك. وبس جذبني إن شاء الله في الرسمة اللي ترسمها، وموضوع يعني أنا الحين أنا فهمت أن فيه هذه زي الكاركتر اللي واقفة على اليسار. أيوة. هذه دائما ان شاء الله افكر فيها، ان الفنانين انا فهمت ان هذا الشخص من مجرد فقط كم ستروك سويته وكذا من هالكلام. ف يعني ما شاء الله انا صراحه معجب جدا بالشيء اللي انت تسويه، و زي ما قلت انه الواحد يحتاج ان يستمر انه يتعلم ويبحث ويستكشف، وما المفروض أن الجانب التقني يطغي بشكل كبير أو يكون الأولوية على الجانب الفني، لأن كل واحد فينا عنده أفكار وعنده شغلات عنده قدرة أنه يطلعها ويرويها للعالم. طبعا طبعا الجانب التقني إذا اهتميت فيه بقدر يعني بشكل هائل، وأنت أصبحت يعني فقط تهتم الجانب التقني،
راح تكون محصور على النطاق اللي الضيق فعلا اللي فيه. فعلا يعني فعلا عمل اي عمل فني على اساس انه عباره عن ارت وورك، كلوحه فنيه، كعمل فني. اهتم مثلا، يعني انا بالنسبه لي عمل مثل هذا مهتم باشياء كثيره جدا، انه اهتم بالكالر بالانس، يعني هل اللون فعلا يعني فيه توازن ممتاز ولا لا. ودائما يعني ستارت بيج، ابدا بشكل كبير جدا وبعدين ابدا ادخل بالتفاصيل. الحين مثلا انتقلت لانه فهمت انه هذا شخص، مع انه شخص شكله قديم شويه، لكن ممكن يتطور طبعا. يعني بعدها راح ادخل في التفاصيل، يعني اشتغل بشكل عام الحين كعاملها كلوحه فنيه كبيره جدا. خلينا نعمل لك شيء بسيط ممكن عشان توضح الفكره للاشخاص اللي يخافوا من هذا المجال. جميل. ابدا بشكل سريع جدا، عباره عن سكتش وات ايفر كلر، ما مهم يعني اي كلر، اي 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 شيب، اي شيء معين. بعدين ابدا خذ الـ يعني الشيبس اللي هو فصلها شوي شوي. طبعا اختيار الالوان يجي بيكون شويه يعني دقيق وحذر، لانه اذا اختربت الالوان عليك ضاع العمل ككل. بس ابدا اعمل بلوكينج مثل 3 دي بلوكينج، وابدا عاد ادخل بشكل كبير، وبعدها عاد استنتج يعني ادخل في التفاصيل الدقيقه. بعد ما انت سويت هذا التكوين بشكل عام، ادخل عاد اعمل لك زوم مثلا شكل الباب هذا كيف تريده يكون، مثلا بالطريقه هذه راح يكون فيه زخرفه، راح يكون مثلا الستروك اللي سويته انا هنا، يعني اكيد عندي راح تكون عندي فكره مثلا كيف راح يكون شكله، مثلا راح يكون عباره عن زخرفه، او راح يكون عباره عن ضوء مثلا، او اي شيء ثاني، لانه اللون مش ماشي مع بقيه الانفايرمنت. فابدا ستارت بيك كما يقولوا، وابدا ادخل في الديتيلز شوي 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 شوي. جميل. بالطريقه تتحكم بالعمل الفني. بس اذا مثلا انت الحين بدات ترسم التفاصيل الدقيقه تبع هذا الباب، وراح ترسم تفاصيل، بعدين راح تنسى، صعب تتحكم بالاشياء الثانيه، التكوين راح تنسى، اللي هو يعني التحكم بالتفاصيل الدقيقه للعمل هذا. فعلا هذه هي بشكل عام. جميل جدا صراحه، وانا اشكرك منير على انك شاركتنا رحلتك وشاركتنا رسماتك واعمالك واعطيتنا التفاصيل فيها، واشكرك انك اعطيتنا لايف ديمونستريشن على الرسمه. للاسف يعني انك ترسم، لو انك ترسم بالتابلت كان طلع اكيد بشكل اي طبعا، بس ما وصلتها بالجهاز انا، لان الحين استخدم الورك ستيشنز هذا. جميل. فعلا انا اشكرك انك شاركتني كل هالشغلات هذه، واتمنى ان ما كنا ثقيلين عليك. انا استمتعت بشكل كثير، ومثل ما ذكرت لك انا توقفت عن المقابلات واللقاءات من فتره طويله، بس لما قلت لي راح نتكلم عن الامور التقنيه وندخل في اشياء يعني دقيقه خاصه بالجرافيكس وكثريدي، بالعكس انا يعني استمتع كثير، واحب ايضا الاشخاص اللي خاصة اللي بدأوا في المجال هذا يعني يستمروا. نريد نشوف فريق كبير جدا من الارتست يعني في الوطن العربي وفي العالم بشكل عام. يعني كل ما زادوا الفنانين كل ما قل العنف في رأيي الشخصي، تحسنت الذائقة الفنية للناس، وكل ما ساعدهم أيضا في تخفيف الستريس. فwe need more artists. فعلا كلامك صحيح، ان شاء الله في المستقبل يصير عندنا هالشيء ان شاء الله باذن الله. منير اشكرك ويعطيك الف الف عافيه. الله يعافيك يا منير، شكرا جزيلا لك، وسعيد ايضا انا بالحديث معك اليوم، نتمنى يكون في لقاءات مشابهه باذن الله. باذن الله، حياك الله، شكرا جزيلا. شكرا.